الاهلي يؤكد تفوقه على الاتحاد المنستيري ويهزمه بثلاثيه نظيفه لاحمد عبد القادر وهدفين لحمدي فتحي ويتاهل لدور المجموعات. كابتن شريف الف مبروك، فوز مستحق زي ما قلنا بين الشوطين. الف مبروك، وعقبال ان شاء الله المباراه الجايه باذن الله في افتتاحيه الدوري العام. محتاجين المكسب احنا للتدعيمات الحقيقه. اختلاف الراي عن الاداء وعن دخول لاعبين وخروج لاعبين والرؤيه بالنسبه لمارسيل كولر دي هتبقى اكيد. الراجل ده مش هيلعب ضد نفسه يعني ولا ضد فرقته، وعايز ينجح. راجل جاي عشان ينجح مش عشان يعمل اي حاجه، وعلى اللاعبين اللي هم بيجي لهم الفرص جوه الملعب يستغلوها جوه الملعب، يثبتوا ان حقيتهم في الاشتراك. انت شفت النهارده الماتش فيه تغييرات، لعيبه نزلت ولعيبه خرجت، ها دي لعيبه تقيله قوي اللي داخله، واللعيبه اللي خرجت لعيبه كبيره جدا. فما بقاش عندي غير الملعب انا يا كابتن ايمن، هو المقياس الوحيد بالنسبه لي اللي انا اقول الفرقه الجايه الماتش الجاي مفيش بقى انا لسه هجرب حد يعني. فهمت قصدي انا ايه؟ ايوه فهمت. يعني مش لسه هقول انا لازم اكمل واجرب النهارده ولا الماتش الجاي بقى يبقى حسام حسن مش لا شادي ولا شريف، ها لا دي داخلين في الجد بجد. يعني انت لازم البدايه بتاعتك في بدايه الدوري العام تبقى قويه جدا. لازم الفرقه اللي انا شفتها تاني تايم دي، ايه الميزه اللي كانت في الفرقه بتاعت تاني تايم؟ كان فيها عناصر تقدر توصلك للجون بسهوله، سيبك من المنافس اللي احنا بنلعبه النهارده، انما انت لما بتتحرك في ال 18 مع اي فرقه وكره بتروح لك، يعني انت بتعمل ثغره ان كده تقدر تهدف منها، اذا عندك الامكانيات. ايوه الكلام ده انا ما شفتوش اول تايم. صح؟ انا ما شفتش الكلام اللي هو الباس ان بتوين او اللونج باس او 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 التحركات او سرعه التحركات او استقبال الكره وتسليم التسلم اللي احنا قلنا ايه؟ احنا جبنا هدفين وضيعنا هدفين. يجوز محمد شريف تحرك جوه في ال 18 كويس، انما تنفيذه لانهاء الهجمه ما كانش على المستوى اللي كان المفروض يبقى المطلوب يعني. تاني حاجه جات له كوره في اخر قبل ما يطلع ناحيه الشمال وراح واخدها بشماله. انت لازم يبقى عندك حاجه تقيله قوي بتلعب انا برتكز عليها والفرق اللي قدامي بتخاف منها. لازم يبقى عندك العناصر الكامله والعمود الفقري لاي فرقه، اللي هو اذا كان الديفندر اللي ورا، نص الملعب المدافع، نص الملعب البلاي ميكر، السترايكر الجامد جدا. احنا بنعتمد على دلوقتي الايه؟ الاجناح. النهارده انا وانت والكباتن قاعدين بنتكلم على علي معلول. في الدفاع بنشوفه، وفي الهجوم بنشوفه، وفي الاخطاء بنشوفه، وفي التميز بنشوفه. علي معلول صاحب الكوره اللي انا بضمن فيها السليمه، صاحب الفكر، صاحب التفكير داخل الملعب على طول. بنضمن الشكل ده عايزه في كل اللعيبه، انك عندك لعيبه تقيله، سرعه التنفيذ، اكرمي بسرعه، احمد عبد القادر، ايه الكره تيجي وبعدين اقعد اباصي واعمل، ما تعمل مناوره وتروح وتعمل بلس 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 تخلص الكوره، ما تكسب 5-6، انت تقدر تكسب 6-7 النهارده وتعمل لنفسك. لازم نطمع اكتر من كده، حاجه معنويه. ايه الماتش خلص خلاص؟ مفيش ماتش خلص، ما انت النهارده تعددت بثلاث اربع تجوان. لا لا، وليه المانع ان انا مثلا ما ازودش اجيب الرابع اجيب الخامس اجيب ازاي زي ما بتقول؟ المفهوم ان احنا بنلعب الكوره اللي عندنا بس. احنا بنمثل نفسنا والتيشيرت الاحمر في ال 90 دقيقه دول، انا رايح العب مش رايح انا بوازن الامور، انا هكسب اثنين هكسب ثلاثه، لا انا كسبت خلاص، اديك كورتين ثلاثه كانوا ممكن يخشوا فيك جول عن طريقك بقى، عن طريق الصدفه، عن طريق اي حاجه، انما كانوا خطيرين جدا وحارس المرمى ملوش ذنب فيهم. دول جوه ال 18 وطلقه بتخش من جنب العارضه ده ستر. كورتين تانيين راحوا اول تايم انفراد، انت برضو اللي عملته انت سبب فيه، انما الكوره ما فيهاش كده. ايوه الكوره فيها تخبيط. امبارح بتفرج على ماتش الكوره بتخبط وتروح لواحد هو جون فاضي يحطها، ممكن ده يحصل لك في اي ماتش، ممكن يحصل لك. فلازم انت الامكانيات اللي عندك كلها، لازم المفهوم عندك ازاي يكمل اللاعبين بعضهم، ازاي يبقى عندك انا ناحيه اليمين دي شغاله زي ناحيه الشمال، مش انا ناحيه اليمين دي لما تروح لها الكوره احنا كنا فين يعني. وايه السبب يا كابتن؟ ان مفيش العقل المدبر اللي بيقدر يمشي الكره طاحونه يمين شمال، يحور اللعب من هنا، يعمل الايقاع والتيمبو بتاع الحكايه كلها، يدي فرصه للسترايكر يتحرك يمين وشمال والسترايكر الثاني يعمل عواكس معاه. يعني لازم انت تهدد الفرقه اللي قدامك ان هي ما تروحش الناحيه الثانيه، على طول تتضغط عليهم، على طول بتفقدهم شكل التفكير ان هو يلعب معاك في الجيم حتى.
باسمك وبلعبتك وبكل حاجه. ما نقدرش نقول النهارده اكتر من مبروك عوده الثقه بقى للاعبين بينها وبين نفسها في التمريرات اللي جايه دي. يعني الاسبوع اللي جاي ده انا قول حاجه للعيبه يعني اخواتنا يعني ارجع بقى العب كورتك بقى. انت داخل على دوري بقى ومع معاك العب كورتك بقى والعب اسمك والعب الكوره اللي احنا شفناها قبل كده وكلهم اسماء وكلهم عندهم كوره طلع كورتك بقى. ما تبخلش بقى على نفسك ولا على ناديك ولا على جمهورك. لا اتعب بقى شويه الجايين دول وحط نفسك في البدني كويس قوي اللي يسمح لك تطلع الكره اللي عندك. صحيح. وان شاء الله يبقى اللي جاي احسن باذن الله نتيجه انه لعبا باذن الله. ان شاء الله باذن الله ربنا. ان انت اتعصبت جامد يا كابتن شريف. لا والله ما اتعصبتش ولا حاجه عندكم يعني عند اللعيبه عندها. اللعيبه عندها وبخلانه. ها؟ يا كابتن؟ بقول مش محتاج عصبيه الموضوع. مش محتاج عصبيه اللعيب بخلان ان هو يطلع الكره كره بتجيب عايز يباصي يبقى بدني مش قادر. لا. كويس؟ لا عصبيه. انا في مارسيل كولر الراجل المدرب انا عجبني برضو يعني في حاجات كانوا عاملين يشاوروا ساعدوا المدير الفني ان على الفرقه اللي انتوا نفسكوا فيها اللي هي تبقى موجوده والتغيير الضيق اللي موجود فساعدونا وساعدوا الناس وساعدوا الدنيا كلها لان عندكم انا مش هجيب من بره بقى هم دول اللي عندي مشكله انك تكون عندك وما تطبعش يعني انت عندك مكسل يعني مش عارف طب أقولها بس ممكن يكون ايه يعني خلاص الماتش خلص اكبر واحد في الفرقه هو اللي بيجري وهو اللي بيفكر هو اللي بيعمل هو اللي بيسوي واحنا اختلفنا كمان عليه لدرجه انه تعب يعني الراجل مش هيفضل بقى هو الميكانيزم بتاع الفرقه كلها الكاميرا ما بتجيبش غيره انا عايز كل اللعيبه تبقى بالشكل ده لعيب ما بيلعبش ما فيش امصر انك انت ما لعبتش اديك نزلت اهو والعب هتلاقي نفسك بتلعب تاني هتلاقي نفسك بتبتدي ايوه بلاش كل يعني بلاش احنا كلنا لعيب الكوره كل واحد عنده اسمه مظبوط كل واحد عنده تقله وكل واحد عنده الزعل والقمصه والبتاع كلنا لعيب الكوره كده عاديين يعني انما لما بنزل باكل الملعب ده لنفسي انا لهيبتي انا لكرامتي انا صح صحيح هيعود بعد كده على نتيجه المباراه وعلى فرقتك وانت داخل على ماتشين اسماعيلي والزمالك على ماتش ورا بعض انت محتاج انك انت تبقى فول سبيد مظبوط وتخلص من البدايه والنيرف يا ايمن انا جاي اكسب النهارده مش جاي بختك يا ابو بخيت يعني طيب كاب شريف وكابتننا الكبار وجمهورنا العزيز الفتره الثالثه ما بين النادي الاهلي المصري والكويت الكويتي في نهائي البطوله العربيه في الكويت انتهت لصالح النادي الاهلي 58-51 باقي الفتره الرابعه كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله للمحافظه على لقبه كابتن علاء النتيجه منطقيه نتيجه الفرق الفنيه الكبيره بين الفرقتين الف مبروك الاول الله يبارك فيك يا من النتيجه طبعا طبيعيه ومن المباراه الاولى احنا عارفين الفوارق باينه قوي والتاهل للنادي الاهلي منطقي جدا الا بقى لو يعني زي ما بقول ده مفاجاه الكوره والكلام ده اللي هو الكلام اللي بيتقال يعني لكن في ارض الملعب ما اعتقدش كانت فيه تخوف خالص ولا المباراه اللي كانت في تونس ولا مباراه النهارده لكن طبعا فوز منطقي جدا 3-0 كانت ممكن تزيد اكتر بكتير قوي لو في شويه طمع وشويه تناليم ما زودش النتيجه يعني كل الامور عندك متاحه 3-0 الفريق الثاني خلاص ما فيش مستسلم ما فيش تكتل كل واحد عايز يثبت نفسه والتغييرات الموجوده يعني الامور كلها بتقول لك زود النتيجه كمان وكل ده الاخر ليك انت يعني انك تطلع 5 ممكن 6 على فكره ليك انت الصدى نفسه ليك انت صح. تمام كويس لعيبه عايزه تجيب اهداف هي بتدي الاهداف دي هي بتدي الثقه نفسها خصوصا الناس اللي هي اللي بيلعبوا فراوده وكده يعني فيك النهارده كذا حاجه كانت ممكن تخلي الشكل متكامل او احسن من كده لكن في الاخر انت بتقول التاهل الحمد لله عن استحقاق وكان مضمون والتاهل للمجموعات للنادي الاهلي كالعاده الحمد لله رب العالمين لكن دايما احنا دايما بيبقى كلامنا مختلف شويه انك انت بتدور على الاحسن لما بتبقى بتتخيل او المنافس بيبقى اقوى من كده فانت دايما بتبقى عايز تعمل ان الفروقات واضحه قوي وان انت متسيد المباراه في كل حاجه وفي ما بتحب تسرع الاداء بتسرع الاداء عايز تهدي تهدي عايز يعني انت متحكم في الشكل لانك انت هتقابل منافسين اقوياء جدا بدايه من الدوري العام ان شاء الله عشان كده انت عايز كل اللعيبه في احسن شكل ليها دوري صعب طبعا اكيد هنتكلم عنه في بعد كده بس يعني انت شايف ان هو يعني من البدايه لا لازم الفوان يكون من البدايه بالظبط يعني ده اللي انا كنت عايزه 3-0 نتيجه كويسه الناس كلها طالعه مبسوطه كل حاجه الحمد لله لكن
دايما عايز اداء اقوى اداء اقوى من كده بكتير اقوى يعني لا انا عايز واحد واثنين وثلاثه اداء قوي لما تدورش على الرابع اللي هي الخامس يعني انت دايما طماع لسه بدري الناس تقول لي لسه بدري شويه لان انت في بدايه موسم انا موافق بس في ناس بتدي كده دايما زي شهرات في بدايه الموسم ان انا السنه دي لا انا قوي جدا انت فاهمني يعني هي ليها كذا مغزى لا النهار لا النادي الاهلي عمل نتيجه عاليه جدا باداء يقلق كل المنافسين اذا كانوا في افريقيا او في كان في الدوري العام ما فيش حد يبدا يفكر ده لسه النادي الاهلي هياخد وقت لما يوصل لاعلى فورمه ليه وكده لكن المكسب حلو المكسب حتى لو في اخطاء بتعرف تعالجها وانت مش قلقان او مش زعلان ممكن يبقى في اخطاء النهارده بس هو المدير الفني كولر بيقيس الاخطاء على مش على مستوى المنافس صح على مستوى الكلام اللي قاله اللعيبه على مستوى طريقه لعبه على مستوى اللي هو كان بيدور عليه على يعني حتى المكسب ما يخلوش يتغاضى عن الاخطاء لا بالعكس بس المكسب وانت بتكسب وانت كسبان وبتتكلم على اخطاء بتبقى انت هادي كده بتعرف تعالجها بهدوء مش متعصب فاهمني هو حاطط شكل معين لمعظم اللعيبه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي ويبدا يقيم الماتش الثاني انت جماعيا شكلك ازاي ايه اللي ناقصك لما الكره تبقى معاك محتاج ايه في الملعب محتاج الريتم والاداء يبقى شكله ازاي امتى تهدي اللعب هو اللي بيقيس الكلام ده كله على مستوى جماعية الفريق وعلى المستوى الفردي لكل لاعب ويبدا يشوف مين احق ناس موجودين في بعد كده دول هم اللي هيبداوا بس انت قلت لي حاجه قبل الماتش او بين الشوطين ان قناعاته ممكن تتغير اكيد ممكن تتغير طبعا لا ممكن تتغير اكتر من مره يعني انت فاهم قصدي ايوه فاهم فاهم لان هو ما هو بص يا ايمن هو بيكتشف مجموعه لعيبه هو عنده فكره عنهم كلهم واتفرج عليهم كلهم وعارف كل واحد هو ايه ولعب ايه وكده لكن هو يعني تفكيره في الكوره او تفكيره في طريقه اللعب مثلا يعني انا غير بلال أيوة. فانا ببدا اشوف هو اسامه هيأدي ازاي بطريقتي او باللي طلب منه وابدا ماشي اسامه تمام يبقى شريف يبقى ايمن يبقى يحط العناصر اللي هتنفذ له الفكر اللي في دماغه وعمليه الاستكشاف دي بتاخد فتره؟ لا 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 تاخدش فتره مع عشان بقول لك وعمل حاجه حلوه هعيدها لك تاني حته المعايشه اللي عملها مع اللعيبه دي مساعداه أيوة. عشان كده هو بدا بسرعه هو عارف مستوى حمدي فتحي يبقى كويس ازاي ديانج ازاي يعني واضح ان ديانج هو اللي مش هيستغنى عنه في نص الملعب الموضوع انتهى تماما وده كنا بنتكلم فيه زمان انا واسامه وكابتن شريف وكان بلال حتى وعادل معانا لما كنا بنستغرب ان ازاي ديانج بيتغير وازاي ديانج ما بداش ديانج واضح ان مع كولر هيبقى ديانج وشوف مين اللي معاه هتبقى منافسه بين فتحي وبين السولية ايوه ما بيقللش حاجه من الثلاثه ما شاء الله ممتازين بقول لك اي حد يبقى عنده الثلاثه دول يبقى محظوظ وبيبدا يشوف اللي بعد كده يعني هو غالبا الرباع الدفاع استقر عليه مع وجود طبعا الشناوي وافكرك ايمن ان مفيش تغيير هيحصل في الرباع اللي ورا ده خالص ولا الشناوي كل التغيير ومنافسه بعد كده امامي بعد كده يعني باستثناء ديانج هتبقى المنافسه بادئه النهارده حمدي انا من رايي عمل مباراه كويسه وبدايته كانت كويسه واحرز هدفين ممتاز حمدي فتحي ايوه كويس ومجهوده في الملعب طبعا كعادته حمدي مجهوده على طول معروفه كميه الجري اللي عنده كده ادي حمدي فتحي تبدا بقى المنافسه بين طاهر حسين صافيو احمد عبد القادر ما هو ميال محمد مجدي مع ان ميال هو احمد عبد القادر هتلاقيه موجود بقت عنده حيره شويه دلوقتي مين يبدا بيه كسترايكر رقم 9 مين هل شريف شادي حسام ما اعتقدش يدوا حسام بدايه الماتش اللي فات لان هيبقى لسه حسام ما لعبش فهتبقى المنافسه هنا كويس فهي في بعض الاماكن يا ايمن هو لسه واحيانا كمدرب لما في مدير فني تحط نمره 1 و2 و3 طبعا العالم كله كده على فكره كل العالم كده عندي رقم 1 وعندي بس 2 مش بعيد قوي عشان دايما يبقى في منافسه لان واحد هو اللي هيبدا لو خلاص في حاجه لا يدخل 2 2 على طول عشان و2 ده لعيب كويس قوي كمان بس محتاج فرصه لازم منافسه فريق ما فيهوش منافسات داخليه بين اللعيبه انسى ان هو ممكن يقدم اي خطوه لقدام عشان كده بقول لك هو كولر الى حد ما 85% من شكل تيم النادي الاهلي اتحدد
كل المشكله بقت عنده دلوقتي في الشغل الهجومي او الاربعه او الاربعه اللي قدام الثلاثه واللي هو تسعه اللي موجود. مين هيبقى موجود؟ هل هيبدا بمحمد مجدي قصان العاب ولا هيبدا يركز برضو على سافيو في المكان ده اللي انا عليه اعتراض مع كل احترام ليه؟ هي هكلمك فيه بعد كده. هو ده الكلام. لكن دايما انا بقول حاجه، حتى لو عندك اخطاء وتطبيع في كره القدم اما عليك وانا كسبان ما عنديش اي مشكله، بالعكس ارتاحيه تماما. حتى اللعيب لما اجي اكلمه وهو كسبان هيتقبل الكلام، لكن لو قدر في حاجه تانية انت متعصب واللعيب متعصب، لكن الامور هاديه جدا. صحيح. طبيعيه جدا، طبيعي ان الاهلي طبعا يتاهل الحمد لله. الفروقات كبيره جدا مهما كان المنافس، بس هو ايمن لحد كبير قوي انت ضامنه. أيوة. على 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 في مباراتين على فكره. أيوة. لكن انت دايما انت غير كل الفرق، انت دايما بتبص للخطوه اللي بعدها، عشان كده انت النادي الاهلي ما بتكتفيش ان انت تبقى في النهارده، لا انا الحمد لله النهارده، لكن انا دايما ببص انا سابق الناس كلها بخطوه لقدام، عشان كده انا دايما ببقى طماع. صح. دايما باخد بطولات كتير، دايما عايز الاحسن، ببص للافضل. احسن كابتن شريف النهارده كويس؟ لا, لا لا انت مش كويس، انا عايز الاحسن، لان هو عنده كده. انا مش بطلب حاجه، انا مش بطلب حاجه زياده من اللعيب، انا عارف امكانيات اللعيب ايه. مزبوط. عشان كده كل ما يوصل لمستوى لا انا عايز احسن احسن احسن. صح. لكن الحمد لله تاهل مستحق، ثلاثه نتيجه كويسه في كره القدم، دايما عايزين الاحسن. الف مبروك، وان شاء الله لدوري المجموعات يبقى ان شاء الله برضه تاهل للنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن اسامة الف مبروك، بدايه موفقه للنادي الاهلي مع مستر كولر. يعني مكسبين خارج ملعبه وداخل ملعبه، بدايه تعتبر جيده لمدير فني جديد. اي جهاز بيجي او اي مدير فني جديد بيجي بيحب ياخد الانطباع الاولاني بمكسب، عشان مكسب بره وجوه يعتبر جيده جدا. يعني انت بتلعب في بطوله افريقيا وبتلعب فرقه من شمال افريقيا، فاعتقد المكسب رايح جاي، ده بدايه جيده جدا جدا يعني. طبعا بدايه جيده جدا، والجمهور بياخد الانطباع الاولاني بشكل. صحيح. كويس. صحيح. ولكن طبعا لسه ما دخلناش في المعمعه الكبيره، لكن فوز مستحق في مجموع المباراتين، واضح جدا الفروق سواء في الماتش الاولاني او النهارده، رغم النهارده في تباين في الاداء على مستوى الشوطين وعلى مستوى حتى الشوط الواحد في الفترات بتاعته، مفيش انتظام في شكل اللعب. يعني الشوط الاولاني حماسي جدا جدا جدا، وصحيح جبنا جونين لكن الحماس طاغي على التفكير. الحماس مهم والروح بتبقى عاليه مهم، والالتحامات القويه مهمه، كل ده مهم في كره القدم، ولكن الاول التفكير والعقل. زي ما اتكلمنا كلنا على علي معلول، رغم ممكن يكون من اقل اللعيبه مثلا في الالتحامات، فمن اقل اللعيبه في كميات الجري، مش 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 كميات الجري الغير مش الطاغيه، ولكن بيلعب بمخه. يعني كل تصرف منه صعب يخطا فيه. مظبوط. بيعمل كره عرضيه، بيباصي حتى في التدريبات التمريرات الصغيره عشان ياخد بيها انتباه، يجمع مجموعه لعيبه من الفرقه الثانيه وياخد بيها انتباه، ثم يغير ينقل الكره الناحيه الثانيه. سهل امتى بيقف، امتى بيعملها، بيشيلها للناس اللي فبيفكر، ودي مهمه جدا. يعني بجانب طبعا العناصر الاخرى من زي ما قلنا الالتحامات، القوه، سرعه الاداء، الجري، كميات الجري، كل ده مهم طبعا، لكن التفكير، لان لعبه كره القدم لعبه رغم ان هي تجمع كل الكلام اللي احنا قلناه ده، اذهان وابدان. ولكن ايه؟ اذهان ابدان. اذهان ابدان يعني. طبعا هو اللي بيتكلم على اسامه. والله ده اللي بيتكلم، هي كره القدم اذهان وبعدين ابدان. يعني كل الكلام اللي بيتكلم عليه اسامه هو اتقال عليه في الكلمتين دول بس. اذهان وابدان. والله ده عبقري برضه انت. لا ولا حاجه عبقري ولا حاجه. فالتباين كان في الشوطين. الشوط الثاني اللعب بقى فيه حاجات احلى شويه من الشوط الاولاني، ولكن ليه؟ انا سمعتك اهو. اولا الفرق الهدفين
الفرقه الثانيه ابتدت تطلع لقدام وفتحت الخطوط، ابتدى يحصل يأس عندهم. التغييرات بعد التغييرات طبعا التغييرات اللي حصلت ما فيش شك ان نزول قفشه والشحات وشادي عملوا حركه، حتى قفشه في 3 4 لعبات ودى الناس للجون كم مره، يعني مره لشادي مره لحسين الشحات مره، مجرد بس اللي كنا لسه بنتكلم فيه علاء علق عليها بالاذان برضه عشان بيفكر بيشوف الراجل فين وبيحط له الكره بسهوله، فكل الحاجات العوامل دي امكانيه التنفيذ وكل الحاجات ديت خلت فيه بعض الالعاب بقى شكلها حلو. طبعا باضافه كمان الهدف الثالث بدري في الدقيقه 56، يعني بعد 9 دقائق من الشوط او 10 دقائق من الشوط الثاني، فخلاص بقت النتيجه 3، صعب الامور على فرقه الاتحاد المنستيري، فالخطوط اتفتحت واللعب بقى مفتوح للفرقتين حتى. هم يمكن اكتر فتره وصلوا فيها لمرمى الشناوي في الثلاث اشواط، هي اخر شويه بعد 3-0 بعد 3-0 وصلوا مرتين ثلاثه لاوكراني اللي هو عبد الحميد الاوكراني ده رقم 18، واحده بدماغه بعدين تسديده من رقم 5 جنب العارضه وواحده ثانيه يعني، وفي عندهم برضو لعيب اللي هو هيكل الشخاوي دوت مع لعيب كويس اللي هو 28 لاشول ده، ورقم 11 برضو اعتقد الاول برضو الاشول كده ناحيه اليمين، يعني عملوا حركه شويه. لكن بص يا كابتن، دي حاله من ضمن الحالات اتكلم عليها، ده اعتقد علي معلول كان داخل للعمق بالظبط، واضح ان هي كانت هجمه مرتده واتلعبت لشريف وسبق دي اللي شريف جه رقصه اتقطعت ايوه اللي خدها جه رقصه 18 ده شريف حاول يرقص رقم 5 اللي هو قطارة اتقطعت منه الكرة زيادة يعني، كان المفروض هو يكمل على طول يا اما ياخد ضربة جزاء يا اما، لكن هو وقف بيها، فدي برضو من الحالات اللي وحب يلم على الثابتة وبعدين يروح بس هي ما مشيتش معاه مظبوط. فالشوط الثاني قلنا بالتغييرات بالنتيجة الكبيرة اللي حصلت بعد دقايق من الشوط الثاني 3-0 الماتش اتفتح والخطوط بقت سهل، بس احنا كلنا اتفقنا انه كان ممكن ندوس اكتر عشان نجيب اهداف، كان سهل نزود الاهداف. دي برضه حاله ثانيه من ضمن الحالات، الشوط كان التحرك 9 ايوه بالظبط كده 9 عبد القادر، كان احمد عبد القادر لعبها سافيو اللي هناك، ده طاهر اللي هناك، طاهر الناحيه الثانيه بيجري الثانيه صح كده ايوه طاهر، كان طاهر الافضل ان هو ياخدها كان ممكن يلعبها لطاهر، هو خد اتحرك كويس، خد القرار هنا وسام، بس هو عشان خد بالظبط، برافو عليك يا كابتن علاء، صح هو خد القرار ان يلعبها لشريف قطعت تقريبا ايوه كانت ممكن تتلعب الناحيه الثانيه لطاهر، بس هو برضو قرار ان تتلعب لشريف هو قرار جيد برضه، يعني كان رايح للمساحه للجون على طول، لو راحت هيروح للجون، لا ما هي دي اللي شريف شاطها بشماله دي على فكره من خلي بالك من احلى الالعاب اللي لعبها شريف في طول الماتش، تحرك كويس قوي تحرك، لا والقرار بتاع التسديد بالشمال طبعا مش عندنا الحاله متحركه يعني، لكن دي عبد القادر لعبها لشريف، شريف لطش على طول في الزاويه الضيقه بالشمال، بس سعيد الحارس طلعها مضيقه، شريف بن سعيد طلعها كويس قوي مضيقه، يمكن دي كمان احلى تصرف شريف عمله النهارده في طوال قبل ما يتغير يعني فهو نتيجه هايله، ولكن الاداء يمكن زي ما قلنا فيه تباين، وده اعتقد بالماتشات وتكرار الماتشات الاداء هيثبت واللعيبه تأدي بشكل افضل وابتدوا يخشوا في حاله كويسه. الكرة دي كان برضه سافيو ده لا ايوه بالظبط وكان دي رايح على الجول يا كابتن دي كابتن علاء دي محمد شريف اول ما يستلم باب عارف هل هو عايز دبل باس في الحته دي مزبوط. هل هو عايز يعمل ثرو في الحته دي هل هو عايز يعمل كره طول في الحته دي، هل هو عايز يسند عليها، بتبقى انت حافظ اللعيب اللي بيلعب جنبك، خاصه لو كان لعيب بيفكر زي علي معلول كده، يعني الاثنين بيفكروا، عبد الله بيفكر كويس ومعلول بيفكر كويس، فالاثنين لما يكونوا بيفكروا بتبقى القرايه بدري شويه بسرعه شويه، فالنهارده عبد القادر فكر تمام ان معلول اول ما هيستلم هيبتدي يباصي على طول يعمل واحده زي ثرو باس كده، فعلي معلول حطها راحت لعبد القادر اللي برده ما تباطاش فيها رغم ان الكوره كانت طويله شويه، وقدر ان هو يكمل وراح سجل هدف، كان هدف افتتاح الماتش، ده اللي سهل لك الماتش كتير، وده الكلام اللي قلناه في بدايه الاستوديو، قلنا هدف
هيوديك للماتش في حته تانية مختلفه. ايوه دي برونو سافيو في نص الملعب في مرحله بناء هجمات. بص انا بس يعني سافيو يعني عايز بس يعني في حاجه يعني انا النهارده في حاجه بس ملحوظه كده اتمنى انه يغيرها الماتشات اللي جايه. النهارده سافيو مفيش على الجول خالص. تمام؟ لعيب البلاي ميكر لازم يبقى بيلعب على الجول طول الوقت. حلو التصرف ده من علي معلول جدا جدا جدا. هايل. ده تصرف متفق هايل. يعني ايه متفق عليه يعني بقاله فتره طويله جدا. ده دي طريقه وعلي مميز في الحته دي على فكره. لكن خلينا نتكلم على سافيو محتاج يلعب على الجول اكتر من كده. تمام؟ انت في بعض الاوقات المهمه في الماتشات الكبيره الصعبه المقفوله تبقى محتاج البلاي ميكر بتاعك هو اللي بيحل. صحيح. تمام؟ فانت محتاج سافيو يحل لك في اوقات كتيره جدا جدا من الماتش. تمام؟ دي كوره بتاعت علي اللعيبه لشريف. بص الشريف هنا فكر مرتين. ايوه شمال بالزبط. ولا يمين؟ لعبها بشمال ولا يمين؟ هو قبل كده لعبها بشمال وسجل منها قبل كده هدف في الدوري السنه الموسم اللي فات او اللي قبل اللي فات. حط واحده زي دي بشماله فراح الجول. هو النهارده حطها البعيد. ردت فيها دي. فكر تفكيري. هو فكر العبها بشمالي افضل ولا بيميني احسن؟ هنا بشمالي افضل. تمام يا كابتن؟ ليه بقى؟ اليمين هتفتح الكوره منك صح. هتفتح منك يا اما هتروح في الضيقه. هو الاولى بلال عملها بالشمال فضاع بره. فاهمني؟ والله بتكلم بجد. فقال لك طب اجرب اليمين. والله بجد. طب دي هو بوزيشن يا كابتن. دي بدايتك. طب بص دي الاولى. بص يا بلال كمل. دي بدايتك. بص سافيو دي الاولى. بص دي الاولى هيعملها بشمال هتروح عملها وعلي مكمل. دي الاولانيه. دي الاولى. دي طب نكمل بص كمل اللعب. بص كمل اللعب. ده طاهر اللي معاه الكوره. طاهر وعملها كويس. بس علي معلول بص كويس قوي. دي الاولى يا بلال عملها بالشمال. هي تتلعب بالشمال فعلا. هي دي طبعا. هي عشان هو خبطت في رجله. أيوة. بص يا اسامه عشان طلعت وحشه قوي الثانيه اما جت. ايوه خاف يلعبها بشمال. قال لك قال لك نجرب اليمين. بس خد بالك الاولى اللي بالشمال دي هو التمركز بتاعه ما كانش افضل حاجه. وحش. هو وشه كده يا كابتن صعب بشمالك دي استحاله. عدل الجسم. انت لازم عدل. لا عدل الجسم. عدل الجسم. لازم عدل الجسم. هو قال لعلي معلول. هو قال لمعلول علي معلول بعد الكره دي ما لعبها استنى عليا شويه لما في البوزيشن. لا 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 مفيش استنى. ايوه مفيش. انت النهارده تاني حاجه الراجل اللي قاعد جنبك ده في ماتش كوتوكو نفس الراجل علاء ميلو ماتش كوتوكو نفس الكره دي بس يمكن اقرب شويه كانت جوه شويه. نعم مصر. رايح واخد القرار. كانت اصعب. رايح واخد القرار وهو رايح عشان ان انا هحط رجلي الشمال في الكره دي طق لقيناها في المقص كويس. انا الديزيشن ميكر بتاع اللعبه انا السنتر فيرويد انا الاسترايكر انا اللي بلعب في الحته دي بقالي كام سنه انا اللي عندي الايقاع بتاع الكره دي أكيد. انا اللي رايح لها هو اللي بيتحرك لها هي شريف صح. التنفيذ بقى انت بتبقى محضر يا كابتن. هو قرر بتبقى محضر من قبليها كابتن. انت كابتن يا كابتن شريف زي ما انت قلت انت بيبقى عندك 3 4 حلول اصلا والكره رايحه. لو 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 لعبها كده العبها ازاي؟ لو اتلعبت كده اعدي نفسي ازاي؟ عارف لو الكره راحت فوق العارضه؟ عارف يا كابتن عارف لو راحت فوق العارضه؟ هقول له هارد لك. عارف اوقات كتير هقول له هارد لك ليه؟ لانه فكر وهي جايه قبل ما يفكر انه ينفذ. لا هي لما راحت له الكوره هي مش جايه على هواها. بس انا عايز مش عارف يوقفها. شريف انا عايز اقول لك حاجه ولا يشوطها مع شريف بالذات. هقول لك حاجه مع شريف بالذات. شريف ما فيش شك انه الفتره الاخيره في نهايه الموسم من السنه اللي فاتت هو فقد الثقه في نفسه. صح طبعا. برافو عليك. زي الكره اللي عبد القادر لعبها وهو لطشها بشمال التنفيذ ده هو كان ده بيعملها كتير قوي. ايوه والكره الثانيه اوتوماتيك. مظبوط. هو تحس انه عارف يا اسامه يعني بنت فيه ثقته بنفسه شويه مهزوم. اسامه عارف بنت فيه يا اسامه؟ عارف بنت كابتن. عارف اسامه بنت فيه في الكوره الثانيه. في الكوره الثانيه. ايوه انت عارف مع ان هو دايما خلاص فقد دايما شريف في ميزه حلوه على فكره ان بيلطش بالشمال حلو قوي قوي وعلى طول ما بيفكرش ويعمل ويعمل نفسه على الشمال بالظبط وتحت رجله. لكن هي فقدان ثقه شويه زي ما اسامه بيتكلم. وبعدين ايه اهم حاجه في الفيرود او حاجه طبعا انتوا الناس كلكم عارفين دي عدلة جسمك على الكوره. صح. انت وانت رايح انا هعدل جسم ازاي بس مش محتاجه قوه لحاجه خالص يا شريف. بالظبط. بس انا خلي بالك كابتن برضو طبعا كلنا كلعيبه برضو او كفورورد بالذات او بتلعب في المنطقه بتضيع وبيجي لك وقت من الاوقات بتبعد شويه مش عايز اقول بتفقد الثقه قوي ولكن اللي يطلعك من التركيز. برافو عليك. هدف جول. والتركيز جول. حتى لو خبطه في لو خبطه في دماغك من عندك. هو انت وانا وعلاء وبلال قبل ما بننزل بنقول يا رب نجيب جون النهارده.
كويس بس محضرين نفسنا. اسامه ما كانش هداف النهارده. اسامه ما كانش هداف. ما هو بص قال لا هو بيقول خطا. خلي بالك خلي بالك اسامه ده عمل فيه عمل في الماتش اللي جاته راح عشان الفرقه كلها ورا جون فاضي. كان لسه جايب جون قبلها بثانيه. راح عشان الفرقه كلها راح عشان الناس اليمين دي كلها وراح عشان الجون وانا واقف فاضي ماليش الدال وانا كنت لسه جايب جون ولسه راجع من الحادثه يعني اول مباراه ليا في الحادثه وراح عمل نفسه انه هيداني وانا بقى بعمل رجلي كده راح قاطم الكره وراح حاططها فكرت اديها لحسام حسن وانا دخلت له جوه لازم كان لازم اسامه واحد قال هو خايف انا كفرود هو ذكي مره انا كفرود ما عليه ده اتحط تحت ضغط قبل كده وكله بجرو ويعمل نفسه عشان يشوط يروح لامم الجون بكل برود وتك وحاطط الجون الراجل واخد القرار والتركيز وامكانياته بس خلي بالك كابتن شريف عايز اقول لحضرتك حاجه بس سيادتك لما تلعب احيانا احيانا لما تبقى واخد القرار لا ما انا هقول لك بس حاجه احيانا لما بيكون فاقد الثقه ممكن لو على الارض احيانا لما تكون فاقد الثقه بتبقى عايز تعمل حاجه وكنت بتعملها زمان سهل جدا وان تاتش تعملها كده ما تمشيش معاه بقول لك ايه مره واثنين وثلاثه لما المدرب ينزلني القلق على لعيب جاي القلق يخليك تركيزك مش 100% هتفك بجول طبعا تفك بجول بالظبط لو هتخاف تضيع هتضيع طبيعي يا كابتن انما لو مركز انك هتنزل تلعب عادي ومين اللي في ظهرك بقول لك ايه يا كابتن شريف مين اللي في ظهرك يا ايمن يا علاء بص ده الكوتش اللي مدخلك على الراجل اللي انت لسه شاريه دلوقتي ثاني ماتش بيخليك اساسي يا ريت يجيب لنا الكوره اللي هو 12 دي تدعيمه دي على شماله بص يا ريت يجيب بص 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 السنه اللي فاتت اوريك بس لا لا الجول صح اوريك بس عشان موضوع الثقه من ما بتبعد عنك شويه لما بتفقد صح محمد شريف الجون اللي جابه في ماتش الزمالك الشوط الاول كان حد متخيل ان محمد شريف الكوره هتيجي تعمل كوره شايط استحاله ليه عنده ثقه في نفسه وجاب كذا هدف على طول وبيجيب اهداف كتير يا اسامه بيجيب. هي بقى بص يعني النهارده نفس يعني افتكر شوف الموقف مختلف شويه زي ما انت قلت يا ما تفضلت ان هو الموسم اللي فات كان بعيد شويه اهداف قلت هي دايما الهداف كده لكن لازم هو عنده ثقه في نفسه كويس قوي ويعرف ان دي فتره بتحصل مع كل هداف العالم اللي بيفوقك لو جول خبطت فيك ودخل الجول هو ده جول ده والله يا اسامه ما انا يعني دي كانت حاجه حقيقه قدامنا هدف يا كابتن شريف حتى لو خبطت فيك وجت جول انت بالنسبه لك كده الحاجز اتكسر خلاص هتعمل كل حاجه علاء في حاجه كمان لو المدير الفني واثق في قدراتك انت طبعا دي اهم حاجه على فكره دي اهم حاجه ومصمم انك تلعب في المكان ده حاجه ثانيه وتوصل لك انت كلعيب طبعا ان انا بثق فيك وما تقلقش طب النهارده اديها له هو عشان كده خلي بالك عشان كده بس هو مش هتبقى اعتقد هو اندر بريشر يا كابتن واضحه عشان كده مش هتبقى حلوه ان كل ماتش واحد من الفراوده يلعب كل ماتش واحد من الفراوده يبدا صح يا بلال ولا يعني لازم واحد ما انا لسه بقول ياخد شويه يعني يعني فاهم حتى شوف مثلا النهارده ما خد بالك يا اسامه يلعب الماتش الجاي اسامه خد بالك هو كولر بيدور على انا هبدا بمين ما هو دي بس يعني انا بعذره في دي بس اسامه لكن عارف لو مدرب مع الفرق من فتره لا انا شريف نمرة واحد عندي فانا هسيب شريف شويه انما انما كولر عشان عنده اختيارات ولسه ما عايز يبقى مين عايز مين يبقى عنده نمرة واحد موجود في المكان ده عشان كده مش عايز يظلم حد مش عايز يظلم حد في المكان ده انت عارف يا كابتن عندي فكره البوزيشن هيبتدي بمين الماتش الجاي لا انت عارف يا كابتن هيبتدي بمين كابتن شريف تعرف البوزيشن ده الوحيد اللي دايما متغير يعني مش ما فيهوش ثوابت يعني ايه امتى تبقى ثابت فيه لما تيجي مع المدير الفني تلعب لك مثلا 10 12 ماتش تجيب لك 6 7 اجوان يبقى المدير الفني عارف خد بالك ويتحملك ايه ماتش 2 الثالث يطلعك من النص وابتدي يغير عليك لا عكس مثلا المدافعين او عكس نص ملعب ممكن تبقى مستواك لفتره يعني قل بنسبه 30 40% كده بس انت برضو ايه بيحافظ على الحته دي ليه لان المهاجم صفاته مختلفة عن اللعيبة التانية، يعني الربط لعيبة نص ملعب بالمدافعين بالباك ليفت بالرايت باك كل ده دي منظومة، أنت في الآخر بتوصل للنهاية عشان تدي للسترايكر عشان يجيب جول، هو ده 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 المان تارجت بتاعك فأنت لو ده ما سجلش ما جابش لا مش هتلاقيه موجود اي لعيب ما أنا بقول لك معايا راس حربة أنا بتكلم على المركز نفسه فمركز راس الحربة ده اصعب مركز تثبت فيه لعيب اصعب مركز تثبت فيه لعيب اصعب صعب جدا 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 خد بالك خاصه مع الفرق الكبيره متوقفه على ايه لو في عدد من رؤوس الحربه
يعني قريب. موجودين او قريبين بدلة قصدك يعني سبحان الله. لا لو الجاب كبير لو جاب كبير هو في حاجه يعني مش موافقه بيلعب سوري ده مش نهايه لسه هنتكلم انت هتقفل نهايه حديثنا على مش عايز اتكلم تاني كابتن شريف خلاص انا هتكلم انت كلام عن نص الملعب نهايه حديثنا لشريف او لشادي او لحسام انك لما تلعب في المنطقه دي العب لعبك عادي احنا بنديك الثقه مش بنقول لك انت كنت وحش أيوة. لا ده احنا حاسين بيك وعارفين كل حاجه وكلام طب مين هيلعب مين هيلعب ماتش الجاي اصحاب شادي حسين اسام الماتش اللي جاي أوكي. خدت بالك لما تنزل شريف او شادي او اي حد كويس تنزل تلعب كورتك أيوة. عندك الثقه لان أيوة. الدنيا كلها في ظهرك ده المدرب هو اللي منزلك انت قلت شادي حسين المباراه القادمه صح وخلي بالك بس في نقطه يا كابتن اتفضل يعني انا مع كابتن شريف بس في حاجه مهمه جدا الراجل نفسه خد بالك لما انت ابتديت بشادي حسين الماتش الاول فشادي خروجه ونزول شريف ضغط على الاثنين مش على واحد فيهم بس ضغط على الاثنين على شادي وضغط على شريف ده معنى ايه اللي مش هيظهر بمستوى عالي مش هيلعب او مش هلعب مش هيبتدي أيوة. دي الرساله اللي قلت لك قبل مدرب كويس قوي ان هو معاه نتيجه كويسه في تونس فقال لك النهارده اشوف شريف بقى في المباراه تبقى الاسلوب دوت اسهل اقدر ادي شريف واشوفه عندي فرصه اعتقد هو فكر كده بس عشان كده حسام حسن خد بالك ما هو خد هناك حسام لعب الماتش نزل بس خد فتره بسيطه قصدي يعني دي قصه مش بعيد قصدي كوتش بقى بيتمرن معاهم وعارف حركاتهم شغلهم عامل ايه بلال عشان كده انا قلت لك الطبيعي حتى لو واحد وحش شويه او مش موفق شويه لازم ياخد فرصه تاني او فرصه ثالثه وبعد كده غيره يخش لكن من اول ماتش ومثلا مش موفق النهارده شريف مثلا او ما جابش جون الماتش الجاي يبقى مش موجود يلعب مثلا حسام مش جابش جون يلعب شادي ما لا انا هقول لك حاجه كمان النهارده يعني كل ماتش خد بالك الكلام ده كويس بس مش مع مدرب جديد انا لسه بقول لكم هي مشكله كولر مش مع مدرب جديد مع مدرب قديم شويه بيكتشف الناس عايش معاك عارف بيكتشف وعايز يلعب عايز يبدا مين صراحه بقى الفرقه كلها لما بتبقى كويسه كل الفرقه بتبقى كويسه يعني انا النهارده الاطرافي شغاله كويس وظهري ونص ملعبي تيمبو واقف جامد وبياخد الكره الثانيه على طول وبيبتدي ثانيه بتجي لي واحده واثنين وثلاثه اقدر الحكايه اللي هم مين هيبدا الماتش الجاي؟ يبدا فين؟ راس حربه انا سؤال اسامه والله بتكلم بجد انا هقول لك حاجه انا النهارده دي بتاعت الكوتش انا النهارده لا متوقع مين بص انا هقول لك حاجه شادي حسين في الحته دي يا اسامه انا شريف وبلال والله يا كابتن الموضوع انا مش عارف كده الماتش عادي الماتش عادي بص انا هقول لك حاجه انا كنت متوقع النهارده ان مستر كولر يخلي شريف لحد الاخر يعني من ضمن الكلام اللي قاله اسامه عرابي نتيجه كبيره كده سيبه ما دام النتيجه شغاله وهو مش ماشيه معاه اسيبه لحد نهايه المباراه انا مش متوقع ليه لا بص البدايات ما تقولش كده استحاله بدايه المستر كولر طبعا استحاله البدايات ما تقولش كده الماتش اللي فات السوليه كان يعني مش ظاهر قوي النهارده مش موجود ما بيلعبش هل السوليه ده مش رقم واحد لا طبعا رقم واحد بس الماتش اللي فات لا بس استنى ما انت كده لا انت برضه يا بلال خلي بالك بعد اذنك يا ايمن هو خلي بالك ما انت مش عارف ما دخلناش دخ جوه مخه بالظبط بيفكر ازاي هو قعد السوليه لمجرد انه كان وحش الماتش اللي فات لا ممكن لا واضح لا هو ما كانش وحش الدرجات دي لا يعني اقل اثنين كانوا موجودين عندك انت هم الاثنين اللي ما لعبوش يعني شادي حسين والسوليه في الماتش اللي فات هو عبد كان كويس الماتش اللي فات ولا لا بقول لك عبد كان بيتحرك لا في كام واحد بس الواحد ما شاء الله لا بس هي مش كده كابتن اسامه كانوا عايشين الماتش فات وابتدوا لا مش شرط ما هو مش عارف الفرقه كلها برضه طيب بس انا عايز اقول لك حاجه في النقطه دي يا بلال ما هو اصل معنى كلامك بيقول ايه هو انا الراجل عنده قناعات صح الراجل عنده قناعات القناعات دي ممكن تتغير ما بين ماتش والتاني انما اللي انا بقوله هنا بناء على كلامك معنى كده ان حمدي فتحي مثلا جاب جولين النهارده هيلعب ماتش جاي ما يقعدش ويلعب هيلعب طبعا امال هتقعده ولا طبيعي جدا حمدي فتحي جاب جولين الماتش اللي فات مش عايز يلعب جاب جولين النهارده هيلعب الماتش الجاي يبقى يلعب الماتش الجاي هيلعب 100% لو انت كولر الا الماتش الجاي الماتش هيلعب مين راس حربه لا الماتش ده كنت هتسيب محمد شريف لاخر الماتش ازاي يا كابتن انا اسيبه لحد اخر الماتش ايوه يا جماعه ماشي كويس مش بيتحرك وبيروح بس كويس ان انت مش كولر كان اولى انك تسيب شادي الماتش اللي فات للاخر ايه كان اولى انك تسيب شادي الماتش اللي فات للاخر قال لي ده لعيب جديد
لكن لا بص هو الراجل عايز الراجل لعب بره ده ايه يا بلال الراجل لعب بره ده هو ايمن عشان اكلم معاك اتفضل يا كابتن حسام وجهه نظر ايمن مدربين كتير يعملوها طبعا. مش بقول ان كده غلط مستر كولر عنده حق وهو اللي بيديره صح بس انا احيانا ممكن اكون كسبان 3-0 وشايف ان المهاجم بتاعي مش موفق والنتيجه 3-0 وبيحاول يمكن يجيب جول يمكن تفتح ممكن في مدرب يفكر كده ما انت عندك مش معنى كده انا اقصد ان محتاج برضه هو كمان ينزل يشارك ويقعد فرصه ماشي ماشي لربما ينزل يبقى دي مش غلط ودي مش غلط انت عارف ايه مش غلط يا جماعه ما فيهاش هي وجهات نظر في مدير فني يقول لك اللي في الملعب ده مش موفق طب ما ندي ثقه للي بره خصوصا الملعب المباراه مفتوحه خلاص 0 اللي بيتكلم فيها بلال وفي مدرب يقول لك لا سيبه بس سيبه دي فهمني على امل ان هو يجيب جول أيوه. مع ايه بقى ايه انا بتكلم عشان النتيجه ايوه ما انا بتكلم عن النتيجه النتيجه طبعا لا اسيبه يا جماعه بس ادعمه لا ممكن اغير ثاني اسيبه بس ادعمه بمين دي فكره برضه طب ما هو نزل ما كانش ما نزل محمد نزل قفشه من بدري يا كابتن نزل محمد مجدي ما اعرفش كان نازل من بدري نزل محمد مجدي يعني لعب معاه 25 دقيقه لعب معاه شويه لعب 25 دقيقه قفشه نزل بدري مش كده لا قفشه نزل في الدقيقه 70 مع مين فهمنا ثلاثه تغيير ثلاثه مع بعض ومحمد شريف طلع في الدقيقه 70 طلع شريف طلع لا لا طلع علاء زي ما بيقولوا ايمن ادعمه بقى ببلاي ميكر واتفرج عليه شويه انما انا انزله لوحده كده وبعدين اطلع ماتش تونس اللي هناك شادي كان لازم برضو يبقى قفشه موجود عشان برضو ادي سافيو يا كابتن موجود اهو اللي لسه جاي بس استنى ما هو برضو بلال قال لك ايه عايز بلاي ميكر يا كابتن بلال قال لك سافيو في المنطقه دي يا كابتن يا كابتن سافيو كان موجود ما هي نفس النظريه نفس نظريه اطلع فيرود واسيب البلاي ميكر طب ما انا هي نفس الموضوع ما طلعوش بقى ما اسيب بقيه اللعيبه بلال احنا بنتكلم على حته ان هو يبقى ستي لسه موجود يبقى ادعمه بالبلاي ميكر هترجعوا المشكله يا كابتن شريف معلش احنا خشناها في الاول احنا بنتكلم بس عن درتش منطقه البلاي ميكر مش مناسبه لسافيو انا وجهه نظري ممكن ابقى غلطان للمره المليون النهارده لما تيجي تتفرج لحد ما محمد مجدي نزل مبدئيا كده الراجل رقم 10 هو اللي بيلعب الكوره 90% بطريقه لعبه بيبقى شايف الملعب مش ظهره للملعب النهارده سافيو تحركاته كلها عشان هو متعود على كده كابتن شريف ظهره دايما للعبتك انت فاهمني فهو سابق هو متعود على اللعب على الطرف على الجول يعني هو دايما وشته دايما جريته على حارس مرمى منافس مش شايف الملعب محمد مجدي احنا متفقين كلنا اكبر مميزاته في 30 يارده الاخيره وبوشه دايما كنا بنعترض الموسم اللي فات على محمد مجدي بيتحط على طرف من الاطراف لانك بتفقده تماما هي وجهات نظر والراجل بيستكشف على فكره هو لحد اللحظه دي بيستكشف يعني هو ساب سافي المباراه اللي كانت في تونس لعبه بلاي ميكر النهارده برضو لعبه بلاي ميكر نفس المركز تشدوا النهارده ممكن هيلعب محمد مجدي بدايه ممكن بحط بقى سافي على طرف من الاطراف بس على حساب مين يا كابتن حساب عبادة سافي على حد من الاطراف كويس هنتكلم فيها بعدين لكن هي قناعات كلها يا ايمن هو ساب سافي مباراه ونص في مكان هو شايف امكانيات سافي فيها تمشي لكن هي في الاخر امكانيات لعيب طب انا هسالك سؤال تاني خصوصا بس اقول لك حاجه نقطه بسيطه قول انت بتلعب مع فريق مش صعب دفاعيا فاهمني انت ما هتلاعب فرقه بقى متكتله صح وبتدافع عليك صح يا اسامه اهو هتحس انك تعبان ده في القلب سافي ده المفروض كل كره جول بس ده الشكل الطبيعي للبلاي ميكر بتاعك وشه وراح للكوره وعنده مهاره وعنده سرعه وعنده رؤيه عايزين نشوف نكملها بقى الكوره أيوة نكمل ماشي. ممكن يعني نكملها بص اتفرج عليها بقى بص كمل ماشي كمل نكمل ما عندوش سرعه لا هو لعب هنا بقى التصرف غلط طبعا لازم لبره هنا الحاجات دي بتفرق يا ايمن بس انا عايز اقول لك حاجه انت كمان هقول لك حاجه اتفضل يا استاذ احنا هنفترض ان سافيو مش في المكان ده بس طريقه جري سافيو وتحركاته لو وديته على طرف من الاطراف وبالذات في الطرف اللي فيه معالي معلول الشمال هتبقى مخترق دفاعيا بكل طرق لانه ما عندوش كميات جري كبيره وما عندوش سرعات عاليه يعني رتمه في يعني الاداء يعني الدفاعيه في الجزء دوت هتبقى تقريبا مش موجود هيبقوا الاثنين يبقى انت على الوقت لعب اللي تحت راس حربه ايه ما ده حلها انت فهمني يا اسامه دي التجربه الثالثه بقى
دي والله بتكلم بجد يعني. هو واضح يعني واضح النهارده ان سافيو المكان ده مش مناسب ليه. ايوه بس انا عايز اقول لك حاجه، ما انا برضو النقطه دي انا عايز اتكلم فيها قبل ما كان الكابتن اسامه يتكلم. انت كمدير فني شايف ان الراجل دوت او عندك القناعات الراجل ده بيلعب على الطرف وبيلعب في القلب كويس، انا مقتنع بيه اكتر في القلب. دي وجهات نظر. مباراتين مش كفايه؟ لا ممكن. استنى بس، مباراتين مش كفايه؟ المردود بالنسبه لك ايه كمدير فني؟ ممكن لو قلنا 50% لا ممكن اديله تاني. لا النهارده حتى مش 50% ايضا. المردود بتاع المكان ده مش حكايه هجوميا بس يا ايمن، حكايه شكلك. احنا دايما بنقول على 9.5 ده او البلاي ميكر هو المسؤول عن شكلك. اسامه في بدايه كلامه قال لك المباراه سريعه وجري هنا. انت محتاج واحد يهدى شويه، يهدى شويه. ده طبيعي بيبقى موجود في الفريق نفسه بقاله فتره كبيره قوي. ايوه مش واحد جديد هو اللي مسؤول عن لعبك. ايوه انت بتحمله حاجه هتبقى صعبه بالنسبه له. هات لي كده فريق في الدوري كله جاب بلاي ميكر. لا ما انا عايز اقول لك برضو حاجه في النقطه دي يا كابتن، معلش انت بتتكلم يا كابتن علاء وكابتن اسامه على واحد بس كويس، محمد مجدي قفشه. فعدم وجود محمد مجدي قفشه لاسباب لا مش فارق ان شاء الله ما يكونش فيها اصابه، مش يعني مش فارق على فكره. حتى سنه واحد محمد مجدي حتى ممكن يبقى موجود. ما هو ساعات ما بيلعبش. بص يا اسامه لا ممكن يكون موجود، ممكن يكون موجود ووحش. حصل كتير، بتحصل كتير على فكره. لكن البديل بتاعه مين؟ لازم تجرب تشوف بديل قريب لمحمد مجدي. سوليه انت يعني انت في اوقات كنت تلعب كنت بتلعب بثلاثه زي ما كان شيء بيتكلم وبتدي حريه لعمرو السوليه ان هو يكمل الجزء الهجومي وكانت بتحصل كويسه. الشكل مش هو لكن المردود كويس هنا. بص بقى لقطات زي دي لما تتلعب كملها اللي احنا اتكلمنا فيها دي كمل. أيوه كملها بالزبط. كملها كملها هو ليه موقف ده لعب لشريف كملها بالحركه لا كملها لا ممكن نكمل اللعبه لان انا كنت عايز عايز اشوف حاجه ثانيه. ماشي كمل هيشوف لطش ازاي بقى كويس. هي دي بقى الحاجات بتاعت شريف فاهمني. التمريره بص يا ايمن تمريره احمد بقى عبد القادر والدقه بتاعتها نفس المكان كان فيه سافيو نفس اللعبه. واحده طولت كويس وواحده اتعملت تمريره كويسه. مش مش بقارن بين الاثنين اللعيبه لكن انت محتاج بص احمد عنده الملكه دي. يعني انا لو بدات بسافيو واحمد انا موافق والتغيير ممكن يبقى بين الاثنين. لكن بص هي دي اللي عملها طويله. انت محتاج دايما البلاي ميكر بتاعك ال 30 يارده الاخيره وش فوق بقى. بص لازم يبقى زي بيقولوا كده ايه ميزان زي عارف انت بقول لك ميزان ذهب اللي هي ما بص طولت مع ان بص حتى عبد القادر بيعملوا كده صح. هي بتفرق لكن ممكن سافي يبقى على الطرف. هي وجهات نظر ممكن يديك الشكل احسن مع التغيير مع عبد القادر. بس عبد القادر هو اللي يبقى في القلب لو انت مش عايز تبدا محمد مجدي. انت تفضل ان هو يلعب على الطرف برونو سافي لو عايز تبدا بيه. لو عايز تبدا بيه خليه على الطرف ممكن يبقى خش تاني جوه في القلب. لكن يقول يا وجهه نظر حلو بس انا بقول لك برضو مع نفس هتبقى فيها مشكله برضو اسلوبه مفهوش. انت قصدك على السرعات والانطلاقات مفهوش ارتداد انه يرجع لان علي معلول انت بتقدم علي معلول بتحاول تستغله هجوميا وبتخلي حد عنده قدره معاه في الجري ودفاعيا ان لو سافيو على خطه هيبقى رتم قليل هيبقى ما برضه نفس المشكله. هو علاء عنده وجهه نظر وليه حق فيها بس برضه في المقابل لو راح على الطرف قوي كميات الجري والسرعه الانتقال والحاجات دي واضح ان في ادائه انه مش كده رتمه تمرير. ما انا عايز اقول لك حاجه يعني طب ما اجايه في المكان ده لا استنى بس ماشي 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 لحظه واحده بس اكمل كلامي بس. طب قول اكمل كلامي. بقول لك ايه جاي في الفتره الاخيره لا ما انا عارف جاي في الفتره الاخيره او سنه وسنه وشويه كان بيلعب وكان فاقد سرعه الانطلاقات ناحيه الشمال وكان علي معلول هو اللي بيعمل معظم الشغل ناحيه الشمال. بص يا ايمن بص يا ايمن رجع شرايط النادي الاهلي كلها الجبهه اللي فيها اجاييه ومعلول لما اجاييه كان كويس شوف كميه التحرك اللي بيعملها اجاييه شوف سهوله اللعب اللي بيعمله اجاييه شوف الدفاع اللي بيدافعوا مع علي معلول كانوا عاملين جبهه قويه جدا. ما يعني ما تتكلمش على اجاييه بعد اصابته في ركبته وحصلت بعض المشاكل وكده لكن اجاييه قعد سنتين او ثلاث سنين
كان قوه ناحيه الجبهه الشمال في كميات لا مش لا كميات جري ومش كده كميات جري وتحرك كبيره جدا من غير اصابته بعد الاصابه كان كواليتي لا ماليش على الاصابه بتكلم السنتين الاولانيين وقبل الاصابه يعني بتكلم على الفتره الاخيره اللي كان بيلعب فيها بعد الاصابه ووزنه زاد جدا جدا فانما برده كان فوتبولر ما احنا ما بنشوف اي لعيب بيمسك الكوره بنقول اللعيب ده كواليتي بتاعه قد ايه ده بينفع ولا ما بينفعش ده بيساعد الفرقه كلها ولا بيساعد في لعيب ما بيقدرش يخش من اول ماتش او تاني ماتش الفرقه اوريدي انا بالنسبه لي الفرقه كلها جديده يعني انا بالنسبه لي السنه دي كل الفرقه تحت ضغط ان هي ترجع انها تعمل كامباك جيد جدا بالنسبه للجماهير وبالنسبه لنا وكل واحد يشوف لعبه فاحنا مش بنقيم سافيو ان هو كويس ولا وحش انتوا كلنا بنبحث ان احنا نستغل كل لاعب في احسن حته انا انا طاهر محمد طاهر بالنسبه لي الناحيه اليمين دي استحاله ده طاهر ده من الناحيه الشمال وبيقطع وبيخش وبيشوط يجيب اجوان وياما عمل كده انا بالنسبه لي بالنسبه لي انا لما اجي اقيم طاهر محمد طاهر حته اليمين ده يمكن انا ككوتش بشوف الاسترتش بتاعه في الدفاع والهجوم ويعمل وجنبه كمان واحد اسمه اكرم في الحته دي صلبه عندي بالنسبه لي ده كوتش انما انا كعدله طاهر محمد طاهر هي الناحيه الشمال دي أيه. وعبد القادر يلعب في اي حته أيه. يلعب ناحيه اليمين بيرقص وبيعدي أيه. يلعب في النص بيرقص يعمل كل حاجه انما طاهر اساسي هي ناحيه الشمال دي بتاعته وعلى ايه هيوفر كمان مع علي معلول ان هو يقدر علي معلول يطلع وطاهر ده بيعوضه أيه. شكل الاستريتش اللي هو الدفاعي أيه. بتاعه فكل بس هو في الاخر يا كابتن شريف كولر لحد الان استكشف احسن مكان لكل واحد مش لكل واحد لبعض اللعيبه لان في اماكن زي ما بقول لك دفاعيا وفي نص الملعب انت ما فيش مشكله خالص لكن هي كل مشكله اللي هتقابله يعني احنا بص كل كلامنا على مين؟ على سافيو وعلى شادي وعلى شريف ولما نشوف لسه حسام هو عنده مشكله في الحته دي الجانب اليمين عندك طاهر لحد كبير ومقتنع بيه وعندك حسين الشحات فدي ما فيهاش مشكله كبيره لكن هي مشكله اللي هو من نص الشمال كده وانت طالع لقدام والراجل اللي هيبقى في الاخر هيلعب كراس حرب رقم 9 بس دي خد بالك يا كابتن برضو فيها يعني فيها قيل وقال كتير لان خد بالك المهام مختلفه طبعا والامكانيات متقاربه بمعنى يعني انا النهارده لو جبت عبد القادر لعب في القلب ما هو تبقى هيبقى نفس فكره سافيو بالظبط هي نفس لعيب عبد القادر مش هيعرف ما بيلعبش بظهره ده من حته الربط الثرو باس وعايز يجري بالكره اكتر عايز يرقص اكتر يعني يلعب 9 ونص افضل ما يلعب 10 عبد القادر يعني بيبقى تحت راس الحربه ممكن افضل ما يلعب 9 ونص دي مرسومه كده على سافيو اللي هو كابتن شريف دايما بيحبها طب يبقى انت كده يبقى انت بص في حاله انك تلعب بديانج وفتحي صعب تحط سافيو معاهم ليه يا كابتن؟ لان سافيو لو انت هتلعبه تحت راس الحربه على طول لا انا بقول مش هلعبه انا بقول لك من الواضح من المباراتين دول يا بلال ان انسب مكان للامكانيات دي الحته تزقه تحت راس الحرب مش كده صح ويكمل راس الحرب ويكمل يعني انا بقول لك هو على الطرف ممكن ما يديش افضل مردود بالنسبه له لان يعني برضو السرعات بتاعته مش عاليه قوي الانطلاقات بتاعته مش عاليه قوي وبعدين في حاجه اهم من كده ان ده لعيب انت اشتريته تمام ودفعت فيه رقم فبالتالي هتدي له فرصه يعني طويله شويه عشان يلعب عشان اقتناع يعني اقتناع بيها بلال طبعا بقول لك اكيد هتديله فرصه هو برضه ايه كل ده الدوري المصري دوري مختلف واخد بالك الكره المصريه مختلفه الاجواء في مصر مختلفه بيفنش في القلب ماشي يا كابتن شريف بس هل الطريقه اللي كان بيلعب بيها زي ما كان بلال بيتكلم 4 2 3 1 ولا طريقه مختلفه ما هو انت كان بيلعب في القلب معظم المباريات لكن هل كان طريقه اللعب كده ولا مختلفه بس التأقلم ده يجي بعد قد ايه؟ لا يعني لازم تديله فرصته خصوصا طبعا من عارف سافيو يعني غير حتى شادي أيوة. شادي متعود على الدوري المصري ومتعود صح. على أيوة. وعارف قيمه النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي افصل سافيو ده عن قفشه ما انا بقول لك هم مش مع بعض افصلوا عن محمد مجدي ما تقولش ده يلعب ولا ده لا ده ملوش علاقه بده هم لا يا كابتن نفس البوزيشن لا ازاي يا كابتن؟ لا قلت دلوقتي 9 ونص بص انا بقول لكابتن علاء بوضح لكابتن علاء بس حاجه يعني يعني بقى يعني ملوش دعوه في, في, في نقاش لكن انت هو نفس المركز اللي الراجل بيلعب بيه الوظيفه انا او التوظيف نفس واحد ما ينفعش الراجل ده راجل في العمق كل السيدات اللي جات لنا راجل بيجيب جول بيخش جول 18 انما هو البلاي ميكر وهو الادارجي بتاع الماتش ما هي الطريقه بقى طيب نطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجوم الكبار انتظروا
نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، 4 أهداف في مباراتين، شباك نظيفه ايجابيه من ضمن ايجابيات ما اتحققتش من فتره، متهيألي في بدايه مهمه وقويه زي البدايه دي. كلامك مظبوط، وهرجعك لاول حاجه انت قلتها في الاستوديو النهارده، السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ابتدت مع مباراه المنستيريا الثاني على التا، وراح منه البطوله في اخر ثواني، ودي فرقه جامده جدا، وقعد يهبط فيك ويحطك في دنيا تانية. انت لما اشتغلت عادي وركزت والراجل اداك الثقه وادى اللعيبه كلها الثقه، عملوا جيم هناك الحقيقه بامتياز، التحكم في الكوره، الباص السليم، الكوبكت على الفرقه كلها، كل كوره تانية بتاعتك انت، الفرقه التانية قالت لك لا، هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. لما بتركز وبتلعب كوره ما بشوفش بقى قدامي مين اللي كويس ومين اللي وحش ومين. لا، الفرقه كلها كانت كويسه الماتشين دول الحقيقه، اللعيبه كلها مصممه بدوافع وباراده ان هم السنه دي يبقى لهم شكل تاني، وبيلعبوا بايه بقى ايمن دلوقتي اللي احنا قلنا عليها صربعة، بيلعبوا بروح جامده، بروح عاليه. مظبوط، بروح عاليه جدا. احنا مسمينا حماس زائد، الاذهان يعني مش مواكبه للابدان زي ما انتوا قلتوها كلمه اذهان وابدان، البدني عنده عالي جدا وعايز يبقى بيعمل كل حاجه، وبيعمل كل حاجه سليمه، ويدي كره ويتعمل عرضيه والراجل يخش، بس بيعملوها بريتم باري ميونخ، يقول لك بيلعبوها بثقه قوي، عارفين بعض وحافظين بعض. انت النهارده عندك عناصر جديده كده لسه مع لعيبه، عندك تاكتكس معينه مع كوتش جديد مع لعيبه، الهارموني بتاعها قدام لسه هيتعمل. فنتيجه 1-0 و3-0 بالنسبه لكل اللي سمعناه عن فرقه الاتحاد المنستيري طبعا ده كبيره جدا طبعا، وانا يمكن من الناس القليله جدا وهنا في قناه النادي الاهلي مع احمد سمير قلت له احنا ان شاء الله رايح جاي، قلت له بالتونسي بيقولوا عليها الير تور، يعني هنروح رايح جاي هنكسب الفرنسي ولا التونسي؟ ده من قصر عيني. الفرنسي ولا التونسي؟ الفرنسي قصدك بالفرنسي؟ السونت ايه؟ بالفرنسي ولا التونسي؟ بالتونسي بقى. التونسي فرنسويين. ما انا ما تقول بقى بتكلم بالفرنسي. اللغة قصدك. ما تقوليش بالتونسي. لا بالفرنسي بقى مش بالتونسي. التونسي فاهمني. ايوه. احنا عايزين نضحك. لا. الاستوديو هنا. لا. انا قلت كلمة خلاص وخلصت. عدينا يا كابتن خلاص. مش هقولها تاني. اتفقنا. فقلت لك ايه؟ الير تور، يعني رايح جاي. بس هقطع حضرتك حاجه شريف، هقطعك في حاجه شريف. انا ملاحظ ان هو ما بيعديش بوم فياج، يعني رحله سعيده. لا بوم فياج الماتشين، الماتشين دول كانوا رحله سعيده بالنسبه لنا. الحمد لله اللعيبه بتركيزها وبادائها، وانا مبسوط الحقيقه بالمدير الفني الجديد بجد، راجل راكز كده وعارف وقاعد بيقرا الملعب كويس وبيقرا اللعيبه كلها وبيدي فرصه لكل اللعيبه وبيوجه الكره اللي ضيعها محمد شريف الاولاني، قال له ايه في ايه؟ مش عارف ازاي، عايز محمد يبقى كويس، عايز يستغل الفرصه دي كده، صعب عليه ان هو نقاه وقال له انت كويس وشافه وعايز يديله الدعم، عايز ينفذ بقى يبقى في شيء من التوفيق. فكل العناصر كانت موجوده كويس، اللعيبه حاسه بطعم الفوز بقى الحمد لله خلاص بقيمه النادي الاهلي والتيشيرت الاحمر، كل الاجهزه بتشتغل على هذا المنوال وهذا الشكل، فمبروك الماتشين دول. انا بالنسبه لي مباراه الاسماعيلي دي هي الانطلاقه ان شاء الله بتاع السيزون كله، سيبك من المباراه بتاعه السوبر، سيبك من مباراه السوبر، انا لا خلي بالك، لا مباراه السوبر دي اللي هتوديك ديكم تاني، دي اللي هتوديك السوبر وانت فول باور، وانت الناس عامله حسابك وخايفه منك بقى، تقول لك لا الشياطين الحمر رجعوا تاني، الشياطين الحمر بتوع السنه اللي فاتت، لا الاجهاد اللي كانوا فيه انتهى. ايوه الناس دي فعلا كانت محتاجه راحه. ايوه الناس دي الولاد كلهم سنهم قريب من بعض ووحوش، عندهم كره يقدروا يخلصوا الماتش في اي وقت، وده اللي احنا حاسينه واحدا، بس احنا طمعانين طمعانين في اقوى حاجه موجوده. اعتقد ده ملخص للمباراه، يعني بص منظر اللعيبه عامله ازاي، يقدروا يروحوا الجون في اي وقت. شايفين الملعب بيباصوا بارتياحيه، كل واحد شفت الكره دي ان بتوين على طول، مدي الكره على طول، في 2-3 دلوقتي عايزينهم جوه. أيوة. بتروح الكوره 3 بيخشوا يقطعوا، يحاول ياخدها تاني، بص بيرجعوا تاني بسرعه في نص ملعب. دي الكوره الروح اللي انا بقول لك عليها ان احنا سميناها. أيوة. يعني حته زياده شويه في التنفيذ السربعه شويه. أيوة. الهدوء بقى بيجي من الحاله البدنيه ما بتبقى قويه. انا واقف على رجلي ما فيش فرق حاجه، هتروح مني الكوره انا وزمايلي هنجيبها تاني في ثانيه. يعني ايوه بنحاول بنعمل ان بتوين بنصلح بالتصويب، الكوره راجل حسب علينا فاول. أيوة. شكرا.
يعني انما انت اللي عامل الكومبوت، انت اللي ضاغط، انت اللي عامل كل حاجه. حتى لما بتفقد الكور بتحاول تجيبها بسرعه. حتى الكره دي اللي بلال قال لك انا ممكن خلاص الكره راحت مني حارب عليها وخدها وجاب منها جول. صح. اداك ثلاث نقاط. مظبوط. البدايه في الثلاث نقاط. صح. فبالتوفيق انا بالنسبه لي كل الاهتمام والتركيز من اللعيبه مشكورين ان شاء الله. الماتش الجاي هو بدايه التقدم وبدايه الانطلاقه للموسم ده والثقه لكل اللعيبه باذن الله. خلينا نكلم كابتن علاء عن الاداء الدفاعي على مدار المباراتين للنادي الاهلي. من اكتر الخطوط اللي فيها توازن. يعني هو ما انا بقول لك هو كنا بنتكلم وقلنا محمد متولي وعبد المنعم هو شاف وزي بقول لك ايمن هو لما يكون مدير فني جديد هو بيشوف النادي اللعيبه قدام ويبدا يحدد مين هيقدر ينفذ اللي هو بيطلبه او ينفذ الفكر بتاعه. مع طبعا هم كلهم طبعا كويسين جدا ما شاء الله يعني اللي في الحته دي كلهم الاربعه والخمسه موجودين هايلين لكن هو دايما بيدور على اقرب ناس عايزين ينفذ الفكر بتاعه. ناس كتير قوي عمرها ما كانت متوقعه محمد محمود هو اللي يبدا. يعني لو كنا اتكلمنا في المباراه الاولى وحطينا تشكيل كنا هنقول ياسر يعني ممكن ايمن اشرف فاهمني لكن اتحدى ان كان حد يقول ان محمود متولي هو اللي هيبدا لكن هو خلاص هو شايف وهو اللي كان مع بس القناعات دي جات له في محمود متولي خصوصا ان محمود متولي ما كانش بيلعب كويس جات له من المباريات الوديه والتدريبات اللي كان بيشتغل فيها هي بيبان يا ايمن هو المدير الفني بيبان بيشوف حتى اصل انت لو تيجي تتكلم عن مباريات محمود متولي ما لعبش مباريات كتير فمش هتحكم عليه مباريات لكن هو بقول لك فترتين معاه بيمرن صبح وبعد الظهر صبح وبعد الظهر بيبدا يتكلم بيشوف حته الاستيعاب ايه مين اللي هينفذ دي انا عايز واحد قوي بدنيا ويقدر يمسك كويس قوي اللي هو محمد عبد المنعم عايز واحد زي متولي كورته نظيفه بيطلع بالكوره كويس تفكيره كويس هو بيشوف مهم هو ايمن الاثنين في القلب دول اولا ما بقوش شبه بعض شبه بعض دي يبقى انت ضعت شبه بعض لا لازم يبقى في واحد مختلف عن الثاني حتى في الرجل دايما بيفضلوا ناحيه الشمال اللي هو ناحيه علي معلول وناحيه اليمين يلعب برجلي اليمين ده بيفضل بكده بالنسبه له هو اسهل حتى علي لما يتقدم الراجل المساك ده لما جه ناحيه الشمال مش هيحصل حاجه العالم كله كده على فكره مش 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 هنا بس في النادي الاهلي دايما بيفضل ان دايما حد ناحيه الشمال بيلعب برجلي الشمال فانا ناحيه الدفاعيه انا ما عنديش فيها مشاكل حاسس ان هي الحمد لله مطمئنه جدا عوده اكرم كمان طب اكرم بقى فتره كبيره هو ما بيلعبش لكن شافه يعني اللي مخلص الموسم اللي فات محمد هاني او كريم فؤاد اكرم ما كانش موجود لكن هو شاف ان اكرم دي الفرصه اللي ضاعت دي دي الفرصه طبعا هي مش مقصوده طبعا يعني لكن هو شاف ان اكرم هو اللي ممكن يؤدي في المكان ده واكرم راجع من اصابه اي مدير فني كان يقول لك طب استنى عليه شويه كان الاصابه بيتكلم فيها هدي له فتره شويه وابدا بيه لكن ده لا بدا لانه عنده ثقه في اكرم طبعا عنده ثقه في الناس كلها اكيد اذا كان محمد هاني وكل الناس الموجوده لكن الاربعه دول شاف هم الانسب هم دول التوليفه اللي هو هيبدا بيها مع وجود طبعا محمد الشناوي وراه اللي مطمني الحمد لله ناحيه دفاعيه كويسه كمان ان الى حد ما زي ما بقول لك انا اكتر خطين فيهم اطمئنان او فيهم ثبات الخط الدفاعي ونص الملعب فانت ما عندكش مشكله حتى لو غيرت حد حمدي السوليه ديانج حمدي اي حد من الاثنين هيبدا هيبقى كويس عشان كده انا عمري ما بقلق من نص ملعب النادي الاهلي يعني السوليه ده نمره واحد في مصر مش في النادي الاهلي صحيح. عندك حمدي فتحي لاعب ما شاء الله النهارده هدفين ديانج انت ما تقدرش تستغنى عنه فانت عندك ثلاثي نص الملعب ما فيش فيه مشكله انا اعتقد ده الثلاثي الاقوى في افريقيا اكيد طبعا مش مصر بس لا في افريقيا كلها طبعا ما شاء الله عليهم يعني الثلاثه مريحين جدا وزي ما بقول لك انا تغمض عينك وتلعب اي اثنين انت ما عندكش مشكله لكن هي في الاخر انا دفاعيا مطمن اني اربعه كويسين ورا حتى لو حد دخل اضاف عليهم اذا كان ايمن اشرف اذا كان رام ربيع ان شاء الله ما يرجع ياسر ما فيش مشكله خالص فيها بص يا كابتن اسامه تضييق المساحات بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي مظبوط من ضمن المميزات اللي قالها الكابتن علاء برضو يعني بقدر الامكان انت منع الخطوره بنسبه كبيره جدا على مرمى محمد الشناوي ما فيش شك ما بص يا ايمن بص المساحه اللي بيتحرك فيها من اول عبد المنعم ومتولي لغايه اخر واحد اللي هو هنا طاهر وهناك اسافيو هو بعيد شويه وديانجو كام كلها 17 متر طبعا
تنظيم دفاع جيد جدا طبعا جدا. ما هو طبعا ما هو ما هو الميزه ان الكره لما تبقى هنا لما بيطلع متولي وعبد المنعم هو الراجل المهاجم اللي هو اوكراني ده او اسمه عبد الحميد اوكراني ده غصب عنه لازم يبقى معاهم لانه لو دخل خطوه كمان هيبقى اوفسايد. ايوه فمعنى دي كده لما بتضيق المساحات دي كده انت بتخنق اللعبه على فرقه اتحاد المنستير. يعني 17 متر بيتحرك فيها من اول خط يعني هو البعيد شويه هو محمد شريف مفروض طبعا يعني في اوقات تانية لازم يكون نازل تحت شويه كمان تحت. يعني تحت الدايره عند بعد نص ملعبنا يعني شويه بسيط كده فهيبقى العشرة لكن دول تسعه هم كلهم تحت الكوره في مساحه 17 متر مضيق المساحات بس هي في بقى نقطه ودي مهمه جدا بص سابيو فين وشريف فين وكمان احمد عبد يعني الطبيعي حاجه من اتنين يا ديانج يبقى هنا مقرب كمان خطوات كده وسافيو يبقى للعمق شويه يا اما سافيو يبقى عند الراجل الازرق اللي بيجري على الخط الابيض اللي يعني يبقى سافيو هنا ناحيتنا شويه ايوه كده يا اما ديانج يبقى طالع لقدام شويه وسافيو داخل في العمق شويه مكانه لكن كده دي برضو رغم ان احنا مقفلين في العمق هنا كويس لكن لو الكره اتمررت للراجل ده هيستلم بسهوله لانه لا مفيش حد احمر مقرب منه بس ممكن في اللحظه دي يضغط عليه اليو ديانج ويقرب المسافه بعيده يعني شويه بس هو انا بقول لك بقى يعني النموذجيه ان يكون سافيو قريب من هنا او ديانج فوق شويه وسافيو هو اللي يخش لمكان ديانج يعني يخش لتحت على اساس ايه بدل ما يجري مثلا 15 20 يارده يجري لتحت كده شويه 7 8 ياردات وديانج يطلع شويه لقدام شويه عشان طيب خلينا نتكلم على نص الملعب نص الملعب في المباراتين عجبك اداؤه ما انا بقول لك انت تنظيما من الناحيه الدفاعيه ما كانش فيه اي خطوره عليك ولا يعني ولا يعني انت بتتكلم برضو على الهجوميه يعني انا شفنا مثلا النهارده حمدي فتحي بيجيب جولين حتى لو من كور ثابته لا ماشي ما انا بكلمك ما هو انت ما انت نص الملعب بيقوم بدورين مظبوط دور انه في النواحي الدفاعيه بيبقى قافل كويس جدا قدام المدافعين ومش عامل مساحه كبيره بينه وبين المدافعين ولا بينه وبين المهاجمين لانه بيربط مظبوط وبيضيق مساحات عشان الهجمات تقل على الرباعي الدفاعي بتاعك وعلى حارس مرماك فكانوا قايمين بدور كويس في الماتش اللي هناك تقريبا ما فيش هجمات النهارده في كوره ولا كورتين يعني عادي اللقطه اللي شفناها دي شغل مدير فني طبعا طبعا ما هو انت النواحي الخططيه كلها يا ايمن صحيح فيها تراكم في حاجات ما هو انت بالزبط. ما انت ما تجيش تقول لي مثلا ان سواريش ما اشتغلش ان مستر موسيماني ما اشتغلش ان قبليهم فايلر ما اشتغلش لا مدربين المنتخبات لان دولت بيلعبوا لعيبه دوليين فاشتغلوا مع ناس كتير وخدوا مباريات كتير فعندهم وعي خططي ولكن المدير الفني ايضا اللي بيجي بيضيف حاجات بيركز على حاجات فواضح ان هو مثلا قايل لهم تلعبوا كتله واحده تضيقوا الخطوط ولاحظنا ان هو بيوجه دايما مع الخط مظبوط يعني انت مره قلت لي كنت بسالكم انت وكابتن علاء على موضوع اللي هم المدير الفني اللي هو اصحاب كرباتات الشيك اللي هو قاعد على الدكه بص ولا اللي واقف على الخط يوجه بص يا ايمن هي انماط شخصيات وتربيه وظروف بلد كل بلد ليها طريقه وكل مدير فني بشخصيته ليه طريقه انا قلت لك بس انت قلت لي اللاعب المصري لا محتاج واحد على الخط انا لسه ما كملتش ما انا كنت هكمل يا ايمن ما انا كنت لسه هكمل انا بشرح سيبوا الكلام يا ايمن ماشي انا كنت هشرح انت عندك مثلا بتوع امريكا الجنوبيه بطبيعتهم حاميين جدا فتلاقيهم على طول زي سيميوني شفت بيشتغل زي مع الجمهور ومع الناس وهينزل يلعب ده بيجري على فكره معظم مدربين البرازيل والارجنتين وبتاع هتلاقي بشوف الدوري البرازيلي امريكا اللاتينيه كلها هم طبيعتهم كده حتى بتاع المنتخب فاكر اللي هو خد معاهم كاس العالم كان يقعد يجري على اللعيبه وعلى الجهاز الفني وينط اللي هو المشهور ده اسكولار اسمه اللي خد كاس العالم معاهم سكولاريا كان ما يعني مش يعني مش هم بتوع امريكا الجنوبيه طبيعتهم كده بتوع الـ البرتغال وبتاع برضو بس ليهم بس سيميوني بتاع شويه
ماشي، بس هم طبيعتهم كده. غير مثلا هتلاقي بتوع شمال اوروبا اللي هم بتوع سويسرا والدنمارك هتلاقي في هدوء، طبيعه حياتهم وبلادهم طبيعه الجو. والله يعني كده والله دي حقيقه يعني فاهم. احنا شويه مايلين للناحيه اللي هي بتاعه امريكا الجنوبيه والبحر المتوسط، في عصبيه وحركه شويه وكده. اللعيبه المصريين بطبيعه الحال ما عندهمش التزام كبير زي الاوروبيين. فانت اذا كنت انت هتقعد بقى تعمل كده وتقول لا مش هتكلم وبتاع، هتلاقي في حاجات سايبه كتير، وهتلاقي فطبيعي انك هتمشي. انت لازم توجه وتقول هتمشي بعد ماتش والتاني انت اللي هتمشي. لكن والله بجد دي حقيقه. لكن علاء في مدربين مصريين مقتنعين ان هم ما يتكلموش خالص وما يوجهوش ويقعد على البتاع او يقف ما يتكلمش. في مدربين مصريين كده؟ في طبعا. لا بدون ذكر اسامي فيه وناجحين ماشي خلاص. لكن انا بقول لك بطبيعه اللعب المصري عامل زي الباسكت. شوف الباسكت مدربين الباسكت انت محتاج ده تقول له اقف هنا شويه، اضغط شويه، مش عارف ايه، بتملي يعني بتذكره. انا بقول لك بطبيعه الناس اللي انا اشتغلت معاهم كمصريين او باللي انا بشوفه. ايوه. فانا مايل ان المدير الفني يتكلم، بس مش معنى كده انه يتكلم ان في كل كره هيتدخل وفي كل بتاع يعني هيبقى طوال 90 دقيقة. لا 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 مذيع. لكن لا. لكن في وقت لازم يتدخل. يعني تقصير حاجة تقصير واحد مش منتبه، مدافع مش مركز مع المهاجم مثلا والفرقة بتهاجم قدام، هو واحد مش واخد باله سرحان. طبيعة الحال انك لازم تتكلم معاه. فأنا متفق مع علاء ان انت كمدربين مصريين الافضل انك تكون متحرك مع اللعيبه وبتتكلم وكده. دي وجهه نظري الشخصيه. هو بيكتب حتى زي ما انت بتقول كده. هو حتى هو على الخط بيكتب على طول الملاحظات علشان يقولها بصفه مستمره للعيب. بص يا ايمن، يعني الورقه والقلم ما بتنساش. اهو يا كابتن. بص الورقه والقلم ما بتنساش. في مديرين فنيين على طول عندهم بيكتب نقطه عشان يفتكرها او مساعدينه بيكتبوا نقط، واكيد برضو محللين الاداء لما يجي يتفرج على الماتش بتاع. لكن في حاجات هو سريعه عايز يدي تعليمات سريعه، او لما يخش بين الشوطين هيقول حاجه، فبدل ما يفتكرها من الذاكره فبيروح كاتبها او عامل عليها علامه. فخلاص دي شخصيه مدربين. في مدربين تانيين ممكن يكونوا بيشتغلوا باسلوب تاني. مظبوط. في النهايه يعني كل واحد بقى بينجح بطريقته. نتمنى هو عايز ينجح من البدايه. طبعا يعني أكيد. هو الراجل حتى طبعا عارف كويس قوي النادي الاهلي، وعارف ايه اللي حصل اللي يمكن الفتره اللي فاتت. هو الراجل جاي عايز ينجح طبعا، عايز يجيب بطولات. ما فيش شك. فيعني في حاجات تتحسب له، وان شاء الله نتمنى له التوفيق يعني. طيب لو كلمنا بقى كابتن بلال على الاداء الهجومي في المباراه دي. 4 أهداف في مباراتين، اعتقد دي بدايه كويسه جدا يعني. طبعا الاداء الهجومي النهارده انت كمان سجلت 3 أهداف ومضيع اكتر من فرصه. مضيع اكتر من فرصه كانت ممكن تتسجل هدف، مضيع اكتر من هجمه واعده كانت ممكن تترجم لفرصه حقيقيه ان هي تيجي تتسجل هدف. التسرع شويه برضو في انهاء الهجمات ده حرمك من ان انت تسجل برضو اهداف كتيره او تصنع فرص حقيقيه للتسجيل بشكل كبير. انت النهارده افضل بكل المقاييس. احيانا وجود مدير فني جديد بيخليك تحت ضغط شويه انت كلاعب. اوقات كتير. طبعا اوقات كتير، خاصه للعيبه اللي هي ما قبل المدير الفني. مش يعني ما بتلعبش ما كانتش مستمره بشكل اساسي. تمام. يعني انما اللعيبه اللي كانت بتلعب بشكل بصفه اساسيه دي اعتقد. بس خد بالك المدير الفني هو جاي وبعارف مين ال11 اللي بيلعبوا، وعارف مين ال5 6 اللي بينزلوا. بدليل يعني في لعيبه ما خدتش فرص السنه اللي فاتت مش موجوده السنه دي، صح؟ خلاص محطوط على جنب. في ريبورت كمان المدير الفني، مش مدير فني بيسلم ريبورت اللي قبليه، بيقول لك مين اللعيب البروميسنج، مين اللعيب الكويس، مين اللعيب اللي عنده امكانيات وقدرات، مين اللعيب اللي ممكن يمشي، مين اللي ممكن تستغنى عنه، مين اللعيب اللي ممكن تبيعه. يعني في تقرير بيتعمل نهايه السيزون من المدير الفني ومن لجنه التخطيط كتير جدا. واكيد المدير الفني الجديد بيبص على التقارير وبيبص على اللعيبه وبيبص على اخر 5 6 ماتشات للعيبه. خد بالك اللعيبه برضه الاساسيه، لان انت حكم السنه اللي فاتت بنهايه الماتشات بتاعه الدوري مش ده الحكم الرئيسي، لان انت اصلا معظم اللعيبه كانت تلعب بالنسبه لك. فعايز اقول ان في لعيبه ممكن تكون تحت ضغط، خاصه مثلا اللعيبه يعني واحد زي شادي. مظبوط. تحت ضغط اكيد. صح. ليه تحت ضغط يا كابتن؟ انت اشتريته. عنده في النادي الاهلي 2 سترايكرز، تمام؟ حسام وشريف، او شريف وحسام بتبعيه اللي بيلعب يعني. مظبوط.
تمام، اتنين لعيبه عندهم امكانيات وقدرات كبيره جدا، طب انت شادي داخل عليهم، فبالتالي انت عايز من دي 1 تحط نفسك في منافسه حقيقيه معاهم، بحيث ان انت ما تبعدش، لان انت برضو في الاول وفي الاخر انت لعيب مصري، يعني الحكم عليك هيبقى من 3 4 ماتشات على عكس بلال. ده الهدف الثاني اللي كان من ركله ركنيه واستغلها حمدي فتحي طلع كويس. لا حمدي فتحي مميز يا حبيبي، مميز ضربات الرأس. طبعا مميز. مميز في اثنين مميزين عندك، فتحي وعبد المنعم. نجيبها تاني برضو من بدايه من طاهر وهو بيلعب الركله. اثنين مميزين جدا، فتحي وعبد المنعم. التواجد كويس، التواجد في ال 18 كويس جدا، والتوقع كويس جدا. هو توقع ان هتعدي الجول، خد بالك. ايوه مظبوط، توقع ان هي تعدي الجول، يعني برضو خد بالك انت ممكن واحد يطلع يقوم واقف مكانه. ايوه فاهم. بص 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 خلاص، هو كمان طالع خلاص، هو التوقع يعني، فاهم قصدي؟ فدي حاجه برضو تحسب لحمدي فتحي بشكل كويس، ان هو توقع ان متولي. هي عدت الجول، خد بالك، سيبك من المتولي، هي عدت الجول. لا لا، هي كانت صعبه كمان في الرؤيه، خلي بالك بعد الجول. طبعا. بص 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 بص، الجول طلع. صح، التوقع ان هي تعدي الجول، فانا خلاص انا ممكن انا ايه اتوقع ان الجول هيلمسها، فبالتالي مش هطلع من مكاني. مظبوط، فاهم قصدي؟ لكن هو اتوقع ان هي تعدي، فدي تحسب لحمدي فتحي الحقيقه، وهو مميز الحقيقه في ضربات الراس، هو ومحمد عبد المنعم بيسجلوا اهداف منها. لا وبيرتقوا ارتقاء جيد كمان، يعني المكان نفسه، البوزيشن نفسه اللي بيختاروه. الثالث كمان بتاع اللعيبه عالي قوي، يعني بص الجول الثالث. هو بالظهر. طبعا حلو جدا. وموجهها في الزاويه البعيده. حلو قوي طبعا، حلو قوي، صعبه جدا جدا جدا. بس هو قصدها، خطفها. وهو قصدها، دي احنا بنقول عليها كفراوده ان هو خطفها. بص يا كابتن، بص يا كابتن شريف، خطفها. شايف خطفها. يعني عارف انت نكاشها كده بالدماغ. ايوه بالظبط، نكاشها كده بالدماغ. وخد بالك ما تجيش غير كده، دي بتاعت راس حربه، يعني راس حربه كويس وضربه الراس. كفراوده بنقول عليها نكاشها كده بالدماغ في الزاويه البعيده، لان بتبقى غير متوقعه لحارس المرمى على الاطلاق، حتى روح ضعيفه. خد بالك ثبته فيها. بقول لك حتى لو ضعيفه يا كابتن، صعبه جدا الجول. بص توقع الجول في حته زي دي، ولا في الزاويه اللي هناك، الزاويه اللي جايه في وشها. ايوه مظبوط. انما انك تحطها بالبعيده كده، بتبقى صعبه جدا. صعبه جدا جدا يا كابتن. نكمل رؤيتك عن اداء الهجوم. فالنهارده مين ممكن يكون محطوط تحت ضغط؟ شادي، شريف، لانه السنه اللي فاتت ما نهاش الموسم بشكل قوي جدا جدا. حسام حسن كان مع شريف برضه في صراعات، لان كان بيدخل عليهم لعيب كمان نص ملعب، اللي هو طارق، محمد طارق كان بيلعب معاهم فرويد. تمام. فبالتالي الثلاثه دول يعني محتاج عليهم ضغط شديد جدا. مين هيفوز بالمكان؟ بلال، مش عايز اقطعك. بص طاهر، محمد طاهر، خطورته كلها جايه منين؟ ايوه مظبوط، صح. خطورته كلها جايه منين؟ كل الخطوره اللي عملها النهارده هو جاي من ناحيه شريف. طبعا. فعايز اقول لك كابتن ان الثلاثه دول عليهم ضغط شديد جدا. مين يا جماعه، مين في الاخر هيختاروا المدير الفني يلعب؟ الثلاثه فيهم اثنين شبه بعض، واحد ولاعيب مختلف. يعني شادي اقرب لشريف. أي. يعني شادي اقرب، يعني هو لعيب متحرك، عايز يعبر 18 وجوه ال 18، يسيب العرض، ياخد الثرو باس، يعني عايز يتحرك كتير بعيد عن ال 18. يعني مش الافضليه بالنسبه له انه يبقى متثبت في ال 18، تمام، وينتظر بقى. أيوة الكروسات. أيوة. الكرات العرضيه. حسام هو التقليدي بتاع راس الحرب. حسام 9. الستايل بتاع رقم 9 متركبه عليه. أيوة. عشان كده هو مختلف عن الاثنين. أيوة. بس هنا بقى بيجي تدخل المدير الفني، انا عايز ستايل لعبي يبقى ماشي ازاي، طريقه انا في الاداء تبقى ماشيه ازاي. هل اعتمد على راس الحربه المحطه، ولا هعتمد على اللعب السريع والاختراق والثرو باسز والحاجات الصغيره؟ تمام. فبالتالي هبقى محتاج شريف او محتاج شادي، دي هتفرق من مدير فني لمدير فني. ممكن يغير رؤيته او وجهه نظره في بعض المباريات، وارد. بس خد بالك، يعني مثلا انا لو اعتمدت، خد انا كمدير فني لو اعتمدت ان انا هلعب بالطريقه اللي هو بيلعب بيها دي، ان هو اللعيبه يبقى اللعب سريع جدا ومن نقله لنقله واخترق وادور على المساحه الفاضيه اللي يجري فيها شريف او شادي، هتبقى صعب تجيب حسام من بعيد تحط اساسي. لا لا، هلعب واحد من الاثنين، هتلاعب واحد من الاثنين، تبقى صعب. يا شريف يا شادي. لانك خد بالك، بس الدوري المصري احنا يعني احنا لسه في البدايه، الدوري المصري خد بالك الافضل بالنسبه له في التوقيت الحالي، لان انت خلاص جربت كل حاجه السنه اللي فاتت، انك تلعب بلعيب في ال 18. قولا واحدا. تمام. فانت كمان لازم هتؤهل اللعيبه التانيين اللي موجودين عندك، تمام، وتديهم جرعات تدريبيه كتير، انك ازاي ما تطلعش من الحته دي. ليه؟ لانك انت ضغط طول الماتش،
مش محتاج انك تطلع على على طرف من الاطراف، مش محتاج انك تنزل تحت. انت دايما معظم 90% من الماتشات اللي بتلعبها انت المسيطر، انت المستحوذ، انت اللي بتحاول تخلق، فبالتالي انت مش يعني مش هتبقى محتاج ان شريف يطلع بره عشان يفضي مساحه، لا انت محتاج يبقى شريف موجود وشادي موجود، ومحتاج يبقى مثلا طاهر محمد طاهر موجود، سافيو موجود، هتحتاج لعيبه كتيره جوه ال 18 تمام، وهتحتاج لعيبه بتعرف تلعب بدماغها كويس. فده الدور اللي ممكن كمان هيشتغل عليه المدير الفني كولر مع الاثنين اللعيبه، مع شادي ومحمد شريف، لان انت هتبقى عندك كرات عرضيه كتيره جدا. هل ممكن فتره من فترات يفكر انه يلعب باثنين راس حربه؟ وارد في كره القدم، وارد. انت مش مقتنع؟ لا هو ايمن ايمن اصل هو انت مش هتقدر تخش دلوقتي جوه دماغ الراجل طبعا. لا انا بقول لك احيانا من الوقت احنا بنتكهن بالذات كمان بالذات كمان مش شرط في كبدايه مباراه، لكن مثلا افرض النهارده مثلا الاهلي متعادل، وكان متعادل هناك وعايز يجيب جول، كان ممكن الشوط الثاني جدا يعمل. مثلا تلاقيه جنب شريف يحط حسام حسن مثلا او شادي، ممكن يلعب 4 4 2 او يحط 3 ورا وبعدين على حسب. هو بص اثنين راسين حربة، بص يا اسامه، مفيش مدرب في العالم بيفضل على طريقه واحده ما بيغيرهاش. اوقات ظروف المباراه بتجبرك ان انت تغير طريقه بتغييره وتلازر حربه تاني وكده، اوقات محتاج مثلا عايز بتدور على هدف والناس كلها متكتله وعايز كثافه في الهجوم زي ما اسامه بيتكلم، العب راس حربه تاني. لكن احنا دايما بنتكلم على بدايات كل مدير فني، انما اثناء المباريات لا، طبيعي جدا. ما طبعا مفيش، بص يا ايمن، مفيش مدرب معانا ما بيغيرش. لا اصل انا شايف حته برضه في واحد يعني ممكن يبقى محتاج مكسب قوي، يروح لاعب مثلا بثلاثه ورا بس واللعيبه كلها بيلعب الضغط هجومي عادي جدا، بتحصل على فكره. لكن احنا دايما بنتكلم عن المدير الفني بداياته ازاي في المباريات، بدايته ازاي او بدايته ازاي في الموسم. واضح ان كولر بيلعب 4 2 3 1 مقتنع بيها، وشايف دي امكانيات النادي الاهلي. اثناء المباريات واثناء الدوري او بطولات افريقيا وكده، ايه اللي بيحصل المباريات نفسها زي ما كان بيتكلم اسامه؟ لا، اما يجي يغير مش مشكله على فكره، طبيعي جدا 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 المدير الفني يغير في وقت من المباريات، لانه كمان اللي بيساعده على كده امكانيات لعيبته. يعني دايما كان شريف بيحب يلعب اثنين راس حربه، لو لعبها لعيبه النادي الاهلي هتاديها وتاديها كويس كمان. لان عنده ثلاثه راس حربه زي ما بيتكلم بلال، ما فيهمش مشكله خالص. مزبوط. فهو دايما اللي بيخليك ملتزم او بيخليك. بس هو بلال كان عنده وجهه نظر في حته التنوع ما بين شادي، انا فاهم طبعا، ومحمد شريف وحسام حسن، دي حقيقه، اللي هو الاصل كتقليدي رقم 9، المهاجم التقليدي 9 هو حسام حسن، بالظبط، بيجي بالترتيب كده رقم 1 بالظبط، بعد كده بيجي شادي وشريف، يعني متنوعين الاثنين، ويمكن شريف اكتر، لان شريف كمان بيلعب على طرف الاطراف، كان بيلعب لعيبه فتره كبيره جدا. فهو بالترتيب كده، لو بتلعب ب 9 9 اللي هو التقليدي، حسام شادي شريف، لو راس حربه متحرك يبقى محمد شريف، محمد شريف رقم 1 طبعا، وبعدين شادي، وبعدين شادي، وبعدين حسام. هي على حسب المدير الفني خلاص هو محتاج ايه، هو عايز ايه. زي ما كان بيقول لك، لو بتلعب كور عرضيه كتير فانت محتاج واحد موجود في ال 18، ممكن شريف يبدا بيه على الطرف براس حربه تاني، على حسب انت عايز ايه مباريات ايمن، وعلى حسب سير المباريات. لكن كل مدير فني في بدايه الموسم بتاعه 4 2 3 1 مش عارف، اسامه مثلا 3 4 3 كابتن شريف 3 5 2 صريحه 4 4 2 بلال، بيبدا بيقول انا هلعب كده. اثناء المباريات واثناء الدوري واثناء المنافسات التغيير وارد، مفيش مشكله، مش عيب على فكره، ومش غلط. لا طبعا، لا مش غلط طبعا، لا خالص طبعا، وخصوصا لو كابتن شريف عندك كل الامكانيات المتاحه. يعني انا شايف وفره في عدد كبير من المراكز السنه، يمكن لعيبه كتير جدا كانت مجهده رجعت، خدت فترات كبيره من الراحه، اضافه عوده بعض المصابين، اضافه. انا بتكلم كده بس علشان كمان ايه موضوع اللي يقول لك يا عم التدعيمات النادي الاهلي، وفين التدعيمات اللي جابها النادي الاهلي، ولكن عوده مثلا واحد زي اكرم توفيق ده اضافه، عوده ان شاء الله بيرسي تاو هتبقى اضافه، عوده عمار حمدي اضافه، عوده محمود متولي نفسه اضافه طبعا. احنا فوجئنا نعم طبعا، يعني احنا فوجئنا بمحمود متولي. يعني اقول لك على حاجه، النادي الاهلي مش محتاج اي تدعيمات، كان النادي كان محتاج راحه، ايوه، واللعيبه دي ترجع من الاصابات اللي هي موجوده فيه، ويقدروا يمشوا معاك لغايه الميركاتو الشتوي بالنسبه للمدير الفني الجديد ده. ايوه انا بتكلم طبعا على الفتره دي، يقدر يأدي بيهم لغايه الميركاتو الشتوي، والتدعيمات كانت تبقى في الميركاتو الشتوي على اساس الرؤيه حتى اللي انت بتعملها، جبت فلان وجبت فلان ومش عندك رؤيه اكبر في الميركاتو الشتوي، ان هم يقدروا يعملوا لك اي تغيير
في الشكل اللي انت تحتاجه. فالملعب هو اللي بيقول، الملعب هو اللي بيجيلك احتياجاتك شكلها. انت اصاباتك هي اللي خلتك تقول دايما انا عايز بكرايت وعايز اتنين ديفندر وعايز سنتر فيرويد وعايز 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 وعايز، خدت بالك؟ هي دي الاصابات بتاعتك والاجهادات اللي كانت موجوده والتلاحم بين المواسم، ده اللي خلاك في الوضع ده، في الوضع ده. انك انت بتختار وتقول ما عندك بيرستاو لسه ما جاش كمان، ده انت احنا مش ما جبناش كسرته خالص وبيرجع مع الفرق، ما دي من اللعيبه اللي هيبقى لها برده اشتراكاتها رؤيه وهيبقى لها تواجد. وقصه ان انا العب باتنين راس حرب او العب، ما كل السته اللي قدام دول المفروض يبقوا راس حرب. وانت النهارده انا كنت فاكر هيعمل ايه؟ هيلعب بثلاثه واربعه منهم اكرم توفيق ده في نص الملعب وثلاثه قدام، وفي الحاله دي تترجم الضغوط وتترجم كل حاجه. فكل لسه الراجل ده بيفكر ازاي بيشوف امكانيات اللعيبه اللي عنده العب بيها باني طريقه. صح، ما زال كلنا وكلنا دلوقتي بنبحث مع اللعيبه كويس قوي ان هم يرجعوا لاحسن حاله غير مصابين، واقفين على حيلهم وبدنيا يبقوا كويسين جدا. والبدني هو اللي بيحصل في الماتش. لا تقيس كل اللعيبه دي بديانج، ديانج ده هو كده مخلوق كده، انت فهمتني ازاي؟ ممكن في وقت دلوقتي يبقى تعبان سنه، انما البرفورمانس بتاعته عاليه عاليه جدا لانه اساسه البدني والذهني بتاعه على حسب الفرقه اللي حواليه. وساعات بيقطع الكره من نص الملعب يعمل لك زياده عدديه اللي احنا كنا بنطلبها من سوليه. مظبوط، فهو بيعمل حاجات كتير قوي، وجايب في الزمالك جونين الماتش السنه اللي فاتت. فكل لعيب بيستكشف نفسه في كل مباراه بدنيا وذهنيا. والثقه اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليها عشان الراجل السترايكر بتاعكم اذا كان فلان او فلان او فلان، فالحاله الاستكشافيه اللي احنا فيها يواكبها عوده الثقه. صحيح. عوده الثقه انا اقسم لك بالله انا بتمنى ليه احسن سترايكر في العالم يبقى عندي. عشان انا النادي الاهلي. عشان اامن العرضيات وامن واللي يخبط فيا يقع. عايزين واحد جته شويه. هات هالاند بقى. ها؟ هات هالاند بقى. نشوف واحد زي هالاند. طب ما تحاول تفتح معاه خط. ما نشوف واحد زي هالاند علاء. زي خد بقول لك ايه؟ هالاند رصاص ولا هالاند. نشوف حاجه، خدت بالك بالمواصفات. احنا بندور على دايما الجمهور الاهلي بيبحث عن الافضل في كل شيء. كويس؟ بيبحث عن الاحسن له في كل شيء. هو المنافس عندك بتاعه عنده سترايكر؟ ما عندوش سترايكر. ده النهارده بيجرب ده وبيجرب ده انما الميكانيزم بتاع الفرقه الثانيه اي بتعرف تروح للجون وبتعرف تجيب جول وبيعرفوا يترجموا شويه لعيبه اللي موجودين عنده. صحيح. انت كل اللي موجود منك المكسب والثقه. هتلاقيك ان البرتيتا بتاعتك دي واللعيبه دي هي الحكايه كلها. هم اللي جابوا البطولات اللي قبل كده، وهم اللي خسروا البطولات، وهم اللي بيوصلوك فاينل، وهم اللي بيكسبوا الفاينل، وهم اللي بيخسروا الفاينل. هم يعني ما عندكش غربه. بس انا اقسم لك بالله الثلاث سنين اللعيبه اتعدمت. ايوه انك انت بترجع. صح. تاني اللعيبه دي لنفسها. ده بقى اللي بيطلب من اللعيبه نفسها. الجهاز الفني هيعمل ايه؟ هيدربك كويس وهيعمل لك كويس وهيثق فيك ويقول لك انزل العب. صحيح. هم اللعيبه بقى تقدر تترجم لنفسها الروح اللي هم عايزينها كل واحد لنفسه. مظبوط. انا عايز العب يا اترجم لنفسي بقى كور زي دي، اما اقعد اتفرج على نفسي ها ايه اللي انا عملته هنا؟ ما رحتش الكوره بسرعه. بالزبط. ما استلمتش قبليه. مش الحاجات دي اللي بتعوض في كل مباراه بعد كده. صحيح. صحيح. طيب نخش بقى على ماتش الدوري يا كابتن علاء. خلاص يعني زي ما قلت قبل كده كنت بتقول ايه؟ ان خلاص الماتش عدى، نهينا مرحله، خلاص الحمد لله رب العالمين الهدف اللي احنا كنا عايزينه اتحقق. بدايه الدوري ماتش الاسماعيلي والناس كلها منتظره بدايتك في الدوري. من اهم المواسم اللي لازم تبدا فيها قوي جدا نظرا للموسم السابق، لان الناس كلها مستنيه النادي الاهلي في الدوري هيبدا ازاي. مستنيين يشوف الصفقات الجديده اللي عملها النادي الاهلي. شافها في افريقيا وشافها مع الاتحاد المنستيري وكده، لكن هم عايزين يشوف بدايه الدوري عامله ازاي النادي الاهلي. صحيح. ودي حاجه مهمه جدا. والحلو كمان انك انت لعيب دوري مجموعات وكسبان هنا وهناك، فبالنسبه لك انا شايف بالنسبه لي الحمد لله النادي الاهلي حاجه عاديه، لكن مكسب في بدايه موسم بالشكل ده حلو، ثقه كويسه، تبدا تخش على حاجه مختلفه. وده لازم يوصل هو اكيد اللعيبه وعارفاه، او يمكن مستر باستر الوحيدي مش عارف الموضوع، مستر كولر نفسه. أي. ان هو داخل على موضوع مختلف. أي. واكيد هيوصل له الكلام ده كده. شوف الاسماعيلي وكل لا اكيد طبعا هيوصل له، واكيد شاف الاسماعيلي وهيبدا يحضر نفسه زي المباراه. لكن خلاص دي الصفحه بتاعت النهارده اتقفلت تماما، لانك انت داخل على مباراه
قويه جدا يوم الاربعاء ان شاء الله. اولا بدايه الدوري صحيح، تلعب الاسماعيلي مدعم تدعيم قوي جدا للموسم ده السنة دي، مش عايز يوصل زي السنين اللي فاتت لمشاكل كتير قوي، مختلف تماما عن كل المواسم صح. فدي حاجه، الاسماعيلي نادي كبير واسم كبير لازم تستعد كويس قوي ليه، كل احترام للاسماعيلي، لكن انت النادي الاهلي مظبوط، عايز تدي رساله قويه قوي ايمن للبدايات، دايما البدايات بتدي مفهوم مختلف خالص للناس فعلا. النادي الاهلي لا، النادي الاهلي يا جماعه السنه دي اللي حصل الموسم اللي فات ما كانش كان بيتكلم مش هتكرر، النادي الاهلي ما بيتكررش معاه كده ابدا. فان هي دي اهميه المباراه. اه معلش القرعه عجبتك مع الاسماعيلي نادي كبير، كنت تتمنى تبدا بالتدريج برضو زي مثلا بدات المباراه دي، تبدا بالتدريج في الدوري لحد ما تبقى بدنيا وفنيا في قمه الفورمة بتاعتك، لكن مش مشكله، انت النادي الاهلي زي ما بقول لك وكل لعيبتك ما شاء الله جاهزين وكله عايز يلعب، واللي عاجبني المنافسه اللي موجوده صح. فكله عايز يبدا الدوري وكله عايز يبقى موجود، وواضح ان مزمين. كولر مش بي ما عندوش علاء وشريف واسامه، لا لا لا، انا عندي اللي يأدي اللي عايز يأدي مزمين. فدي حلوه كويسه في عالم الكوره، حاجه صحيه جدا مزمين. فهي دي يعني اهميه المباراه ايمن، اهميه المباراه انك تبدا بدايه كويسه جدا، ما فكرش في نتيجه ايه، النتيجه حاجه مش بتاعتك مش بايدك، دي حاجه بتاعت ربنا، لكن انت اللي في ايدك، معاك مدير فني يطلب منك حاجه تعملها، مجهودك دي حاجه بتاعتك صح. وراك جماهير كبيره جدا، واهم حاجه ان انت بتمثل النادي الاهلي صحيح. فان شاء الله بتمنى تبقى بدايه قويه جدا إن جدا يعني. ان شاء الله موفقه وباول ثلاث نقاط في مشوار الدوري العام إن شاء الله. الله. طيب كابتن اسامه لو قلنا رجل مباراه اليوم. بص هو في اثنين عاجبني بس انا اقول على واحد. اتفضل. حمدي فتحي بصفه انه جاب هدفين حلوين قوي، وعلي معلول. هو في الطبيعي انا بدي جاب الاهداف، لكن علي معلول النهارده بصراحه من بدايه الماتش لاخره هو يعتبر يعني صنع اكتر من هدف صحيح. كان بيتحرك كويس، كان بيفكر كويس، فهديها لعلي معلول المره دي. كابتن احمد بلال رجل المباراه اليوم. لا انا يعني لعيبه كتيره كانت كويسه النهارده، بس انا شايف حمدي فتحي لازم نديله حقه النهارده، مسجل هدفين، لعيب بيلعب في نص ملعب سجل هدفين، هدفين ماركه حمدي فتحي يعني، هدفين جيدين، فانا بشوف ان هو حمدي فتحي يعني اه انت بتقول مميزاته ليه، ما احنا عرفناه بس كويس ماشي كويس علشان خاطر بس كابتن عبد الناصر يدخل يعني تقولش قدامك كابتن شريف رجل مباراه اليوم سالت علاء لا لسه حضرتك الاول سعادتك انا زي اسامه اتفقنا انا واسامه اتكلمنا نفس المفهوم انا بس هرقص اسامه وادي حمدي فتحي لان انا النهارده كان نفسي علي معلول من غير مبررات يعمل يعني شريف يترجم لعلي معلول الاساس كنت حد علي معلول من غير مبررات حمدي فتحي من غير مبررات حمدي فتحي خلاص حمدي فتحي نشيد بعلي معلول اكيد ولكن حمدي فتحي هو رجل مباراه اليوم بس من غير كل مش مهم نشيد يعني طيب ماشي نروح لفاصل النهارده ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس انتظرونا مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس كابتن ناصر منورنا تحياتي لك كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب وكابتن اسامه عرب وكابتن احمد بلال نور كابتن نور كابتن ناصر كابتن ايمن مبروك نادي الاهلي على الاداء والنتيجه مباراه كويسه هارد لك للنادي الاتحاد المنستيري خلينا في البدايه اقول بس المباراه بتندرج تحت الصعوبة هل هي سهلة كابتن علاء ولا متوسطة ولا صعبة خلي بالك هو سيكازوي حكم الحكام الكبار يمكن 2010 دولي النادي الأهلي النهاردة سهل مهمة يعني الدي 14 هدف أحمد عبد القادر خلى الأمور تمشي بشكل في ارتياحية لطاقم التحكيم النادي الأهلي كسبان المباراة الأولى 1-0 كابتن شريف لما يبقى النادي الأهلي في الدي 14 بيجيب هدف وبين هدف تاني الامور كلها سهلت ومفيش صعوبه على المباراه كمان مفيش اختبارات كمان في الصندوق يا كابتن ايمن مفيش يعني مفيش حالات قوي فجه اذا النهارده بنقول ان سيكازوي محظوظ باداء النادي الاهلي والمباراه النهارده مر بيها بشكل بدون اخطاء تؤثر في نتيجه المباراه خلي بالك كمان طاقم التحكيم كابتن علاء هو اللي معاه ده بيلعب معاه على طول وده ميزه الاطقم اللي هي بتبقى موحده هم رايحين كاس العالم اللي جاي
سيكازو النهارده بنتكلم فنيا عنده اخطاء، بنتكلم كمان في عنصر مهم جدا اللياقه البدنيه يا كابتن. هو عنده التحمل العام كويس قوي كابتن علاء، ولكن لما نيجي نعمل في الهجوم المعاكس هتلاقيه عنده مشكله في السبرنت، عنده مشكله في القراءه، هتبص تلاقيه بعيد. وهنا النهارده انت رايح كاس عالم المفروض تطور من ادائك في سرعه الارتداد، لان في اكتر من لعبه بتبقى اللعبه في اخر خط هجومي وانت بتبقى في نص الملعب ما بتقدرش تواكب الهجمات المرتده. ولكن زي ما قلت الحاجات دي ما بانتش قوي او ما حدش هياخد باله منها نتيجه النادي الاهلي النهارده فايز 3-0 يا كابتن جلال، فما حدش واخد باله من الحاجات الصغيره ديت. معانا الحالات يا كابتن ايمن، وهنشوف الحالات التحكيميه اللي موجوده. يمكن معانا 7-8 حالات هنا. شوف هنا ده اللي انا بقول عليه بقى كابتن، هدف احمد عبد القادر النهارده في الدقيقه 14، والحكم محظوظ لما يبقى الفريق في البدايه بيجيب هدف. ده انا جايب اللقطه الاولى لاحمد وهو بيجيب الهدف الاول. هو هنا قدر النهارده احمد يخش ويستغل الزاويه الضيقه، ويمكن كان طامع في الكوره، ولكن هنا هدف جميل جدا جدا بيسهل مهمه التحكيم في المباراه كابتن شريف، ودي اول حاله جايبينها معانا. نروح للحاله اللي بعد كده. شوف هنا بنتكلم في هل هناك لمسه يد على لاعب الاتحاد المستري ولا مفيش؟ حاطط ايده ورا. تمام. بص يا كابتن ايمن هنا اللقطه ديت عشان خاطر في بعض يقول لك هو بيحط ايده ظهره، من حقك. ولكن طب سؤال، هو هنا طبعا هنا مفيش مخالفه، لان هنا الايد ورا الظهر وما خرجتش. ولكن ممكن يا كابتن بلال لو انت لاعب بتحط ايدك ورا ظهرك وبعدين بتطلع بايدك بره كده بتبقى انت قاصد، ان رغم ان هي بتبقى يعني ورا ظهرك ولكن ممكن تاخد مساحه من الجسم. ولكن هنا انا شايف ان هنا الحاله هنا لا تستحق مخالفه، وهنا قرار الحكم هنا قرار صحيح. هنا الكره تصطدم باليد المضمومه وهنا مفيش مخالفه ركله جزاء. دي اول حاله كانت معانا. الحاله اللي جايه وهنا اكرم، هل هنا مخالفه تستحق البطاقه؟ نشوف. يمكن هنا اكرم طبعا التزم ومفيش اي اعتراض ورجع على طول. نشوف هنا الدخول هنا كابتن بلال، هنا الدخول هنا حظه حلو قوي اكرم ان هو فوت اون فوت بس الرجل على الارض، وهنا انذار مستحق لاكرم في هذه الحاله. ده اول انذار، يمكن المباراه كان من نصيب اكرم توفيق. الحاله اللي بعد كده شوف هنا هنلاقي سكوت يا كابتن، هنا في سكوت، حتى اللاعب بص بيحاول لسه الكره ما جاتلوش المهاجم بتاع الاتحاد المستري كابتن احمد كابتن علاء. نشوف هنا الكره بتتلعب الهيد، مفيش مخالفه هنا، وهنا ورا الراجل هنا بيسقط قبل الكره ما تيجي، وبالتالي اللاعب الاهلي لما هو سقط وقع عليه. هنا مفيش مخالفه واستمرار اللعب هنا كان قرار جيد من الحكم اللي كان عنده زاويه رؤيه جيده وامر باستمرار اللعب، مفيش مخالفه داخل الصندوق. الحاله اللي بعد كده دي الحاله انا بستغرب قوي، وهقف هنا بقى كابتن بلال. انا كنت اتكلمت في البدايه على الكونتر اتاك، هنا الحاله هنا فاول واضح جدا جدا جدا. خلي بالك من الاخطاء اللي هي ايه، خلي بالك اي خطا على الصندوق هنا كابتن، ده فاول وانذار كمان، هنا انذار مظبوط ومخالفه مظبوط. وهنا بنقول الاخطاء اللي هي على منطقه الجزاء دي وارد جدا 70% جون صح، نتيجه اهمال الحكم في ان هو ما وصلش كابتن بلال، وده اللي احنا بنقوله يطور من ادائه في الكونتر اتاك، يعمل سبرنت يروح عشان خاطر يقدر ان هو يحتسب. هنا في مخالفه واضحه جدا والعرقله موجوده لصالح طاهر محمد طاهر، ولكن الحكم هنا لم يشير باحتساب المخالفه، ودي كانت من الاخطاء اللي هو يعني كانت عند سيكازوي في هذه الحاله. الحاله اللي بعد كده شوف اللعبه دي بردك عند المساعد رقم 2، وهنا يمكن لو كان الهدف جه كان هيتحسب. انا ما رفعش كابتن علاء، ما رفعش مساعد رقم 2 وما رفعش، بس هي ودي ميزات وعيوب الفار. الفار تعال بقى نشوف الزاويه اللي هي اللي جايه هنا، لحظه اللمس تسلل، هنلاقي هنا التسلل موجود بجزء من لاعب نادي الاهلي، مع ان اللي واقف يعني التوقع بتاعه ممتاز يا كابتن علاء بس صعبه. عارف يا كابتن هقول لك على حاجه، خلي بالك هو واقف ممتاز، ولكن في نقطه مهمه جدا، هل انت ربطت؟ ما انا عشان اقف ممتاز لازم اربط لحظه اللمس. مظبوط صح. هنا كابتن هنا هرجع تاني بعد اذنك كابتن شريف، انا معاك، هات لي الزاويه الثانيه، هات لي الزاويه الثانيه، ايوه تمام كده نمشي. هنا ما فيش اوفسايد، هنا ما فيش حاجه خالص، هنمشي نمشي اول ما جه. بس انا هنا بربط بين حاجتين يا كابتن، بين اخر تاني مدافع اللي هو الازرق
وبين اللمس الكره ديت. هو هنا مع اخر ثاني مدافع، بس هو ما رابطش لحظه اللمس، وبالتالي هنا عدت منه، ولو كان جه هدف هنا كان الهدف كان هيتم احتساب. لا ما هو رد علينا في الثانيه اللي هي دي حاله بنقول للمساعد يعني لابد انك انت تركز في ربط لحظه اللعب الكوره. الحاله اللي جايه وحاله مهمه جدا ايضا، هو هنا اللاعب النادي الاتحاد هنا بيرتكب مخالفه بتهور، وهنا البطاقه مستحقه. لم يتردد سكازوي، بنشوف هنا طريقه الدخول، هنا بنشوف اللاعب هنا حتى في تهور، وهو تهور مش على الكوره، وبالتالي هنا انذار سهل، هو هنا انذار مستحق اللاعب الاتحاد المستيري. حتى هنا مساعد هنا اشار بالتعاون، يمكن اداله القرار او ساعده في القرار في هذه البطاقه. اخر حاله بقى معانا هنا، وحاله هنا من الحالات المهمه، هنا في مخالفه لصالح عمرو السليم. هنا استخدام المرفق كابتن، وده يعني ودي من مشاكل الحكم. خلي بالك الكره دي كانت ممكن تيجي جول. خلي بالك كابتن بلال لما نشوف اللعبه هنا، الايد هنا رايحه في الجزء اللي فوق، وبالتالي هنا هو سمح بسم الله وراحت هجم على النادي الاهلي. يمكن دي بعض الحالات. هو ادى انذار او كارت اصفر لعمرو السليم؟ لا لعبنا منها. ادى مين انذار؟ عمل منها. لعبنا منها. هم بيقولوا له، هم النادي الاهلي النهارده بيقولوا دي فاول واضحه جدا. هي. حتى ممكن تدي فيها انذار للاعب الاتحاد. طبعا هو طبعا النتيجه سهله والامور ما فيش مشكله، راح مدي انذار. الجون اللي جبناه بتاع شادي اوف سايد اللي اتلعبت مش عندك بالعرض، في شك وحسين الشحات رجعها له. حسين كان في موقف تسلل. بص الحاله دي كابتن، هي هو النهارده شادي مش في موقف تسلل، لان الكره سابقه. اللي كان في موقف تسلل في الاول خالص كان حسين الشحات. تمام صحيح. ولكن هو لو حسين الشحات في التسلل، الكره جايه من الخلف الامام، وكانت ممكن تبقى جون. كابتن شريف بحييك طبعا انك انت عندك ملاحظه. اللعبه دي كانت معانا، بس احنا زي ما قلت ما كانش فيها مشكله. بشكل عام كابتن، اخطاء التحكيم النهارده مش مؤثره، وزي ما قلت النادي الاهلي النهارده سهل له طاقم التحكيم. صحيح. نتمنى كابتن ايمن، احنا الدوري جاي، كابتن علاء، كابتن اسامه، كابتن شريف، كابتن بلال، بنقول الدوري جاي ان شاء الله. لجنه الحكام لحد دلوقتي ما تعينش، واحنا النهارده الدوري الممتاز بدا، نتمنى ان لجنه الحكام تشكل، لان احنا بنتكلم في تعيينات الحكام في الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه محتاجه تكون في لجنه تعين الحكام، لان مش واحد بس اللي بيعين يا كابتن او اثنين، احنا تبقى لجنه اربعه او خمسه، عشان الخمسه يقدروا ان هم يبقى عندهم القدره في يحطوا الحكم المناسب في المباراه المناسبه. حضرتك هتقلقنا من الاول كده يا كابتن ولا ايه؟ لا يا كابتن بالعكس، احنا مع التحكيم يا كابتن ايمن، مع التحكيم هنقلق احنا كده قلبا وقالبا. والحكام جاهزه، ولكن زي ما قلت احنا كبشر، لما يبقى في اربعه بيخطوا ياخدوا القرار، غير لما يكون في واحد بياخد القرار. صحيح. كابتن بلال، نتمنى ان يكون في لجنه الحكام تعين في الفتره القادمه، بالتوفيق طبعا لكل عناصر اللعبه، بالتوفيق النادي الاهلي في المباراه القادمه باذن الله. ونتمنى طبعا للتحكيم في كل مجالاته سواء محليا او دوليا التوفيق ان شاء الله لكل حكامنا المصريين. شكرا جزيلا كابتن نصر، امتعتنا كعادتك دائما. شكرا كابتن ايمن. شكرا. بنتهي الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الإياب في دور 32 كأس أفريقيا، بطولة أبطال الدوري للأندية، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي على نادي الاتحاد المنستيري بثلاثة أهداف نظيفة مقابل لا شيء. وبكده بيتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات عن جدارة واستحقاق بفوزه بمجموع المباراتين 4-0. ألف مبروك للنادي الأهلي، وكل التوفيق للنادي الأهلي العظيم الفترة القادمة إن شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، شكرا كابتن، امتعتني. بشكرك كابتن ايمن، وبالتوفيق المباراه الجايه واللي بعدها باذن الله، يا رب، والموسم كله باذن الله ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه عربي، متشكرين كابتن، شكرا ومبروك، ومبروك لجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله مباراه الاسماعيلي تكون بدايه موفقه يا رب. يا رب للحصول على البطوله المفضله للنادي الاهلي الدوري العام باذن الله رب العالمين. كابتن علاء مهوب، امتعتني كابتن، شكرا. شكرا ايمن، ومبروك النادي الاهلي تاهل المجموعات، وان شاء الله تبقى بدايه يا رب دوري ان شاء الله مرون ده قوي ان شاء الله. كابتن احمد بلال الهداف، شكرا يا كابتن. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك، مبروك للاهلي، وان شاء الله تبقى انطلاقه جيده للاهلي ان شاء الله في الدوري يا رب ان شاء الله. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق تحياتي.